السلام عليكم يا جماعة، لو سمحت عليكم السلام. عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ دلوقتي ولا إيه؟ العدد ما فيش 40 واحد دلوقتي، بس أستنى ولا أبتدي ولا إيه؟ شايفين إيه؟ هو احنا ممكن نبدأ يا دكتور، وهي كده كده المحاضرة بتتسجل يعني. طيب طيب شايفين الشاشة كويس دلوقتي قصادكم؟ تمام يا دكتور. طيب احنا لو احنا بنتكلم على جيت انجن، لما اتكلمنا عليه قلنا الجيت انجن ده فيه الهندسة كلها، لان ده بيشتمل على مروحة، بيشتمل على اكسيال كومبريسور، بيشتمل على سنتريفيجال كومبريسورز، بيشتمل على كومبشن تشامبر اللي هو الكومباستور، بيشتمل على التربينه، يشتمل على الاكزوست، يشتمل على الاكزوست داكتس بما فيها الاكسسوارز اللي هي بتبقى موجوده. احنا عاوزين نتكلم على حاجه، بس عشان نبتدي نقدر نتكلم في الاكسيال كومبريسور اللي هو من اهم الحاجات اللي موجوده في الجيت انجن عموما، فلازم نتكلم على نظرية الثيوري اوف ليفت اند دراج اللي هي الرفع والسحب. النظرية دي بس احنا لازم نفهمها ونفهم يعني ايه سيركيوليشن عشان ما ناخدش الموضوع بسطحية. لازم نفهم الكلام ده كويس، يعني ايه ثيوري اند ليفت. اعتبر نفسك انك مش حاضر في ورك شوب كده وبنناقش مع بعض النظريه دي، لان انا عاوزك تفهمها ما تحفظهاش، ولو فهمتها هتوضح لك حاجات كتير جدا 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 في الشغل بتاع التربو ماشينز. هو يعني ايه نظريه ليفت ودراج عشان تكون فاهم الفكره؟ اي جسم معين له اي شكل زي الشكل اللي موجود عند حضرتك ده عباره عن جسم واخد اي شكل. ايه الشكل اللي انا رسمه ده؟ ما اعرفش ده اي شكل. وفي هنا فيلوسيتي بتاع فلو جاي له من هذه الناحيه، هواء جاي له او ميه، والهواء ده ماشي بسرعه اسمها في انفينيتي، حيث انفينيتي اقصد الوسط. افرض ان احنا بنتكلم على هواء دلوقتي، فاذا او غاز في في انفينيتي اللي هي سرعه الفلو اللي جاي، لما يخبط في الجسم الساكن ده اللي هو ما بيتحركش، فبالتالي بيأثر عليه فورس، والفورس دي بتكون في نفس اتجاه الحركة بتاعت الفلوينج فلويد، ودي اللي احنا بنسميها الدراج. يعني لما الهواء ده بيخبط في الجسم ده ايا كان شكله بيسبب الدراج ده لو الجسم ثابت. طب لو الجسم بيتحرك برضه بيبقى عندي دراج فورس، ما فيش اختلاف، لان الدراج دي بتبقى عبارة عن فورس بتبقى في نفس اتجاه حركة الفلوينج فلويد الموجود. طب لو انا عندي اسطوانة، على فكرة دي مش دايرة، ده اسطوانة، ده الكروس سكشن بتاعها، وفي هواء جاي عليها من هنا اسمه في انفينيتي بسرعه، برضه يبقى في دراج. اي جسم يبقى في دراج. طب لو الجسم ده ثابت في دراج، طب لو الجسم ده متحرك يبقى في دراج، ما فيش اي شك في كده، بحيث ان الدراج خلي بالك بتكون في نفس اتجاه الفلو اللي جاي. اخدكم واحده واحده كده لغايه لما نوصل اللي احنا عاوزينه. طيب لو انا جبت فلات بليت بالمنظر ده، فلات بليت بس هو رفيع يعني السمك بتاعه مش كبير، رحت عامله بزاويه وعامله بزاويه بالشكل ده، والزاويه دي اسمها الفا، حيث ان الالفا دي اسمها زاويه هجوم الهواء على الفلات بليت ده. يبقى الزاويه ما بين ميل البليت وزاويه هجوم الهواء اللي سميتها الانجل اوف اتاك الفا، والفلو جاي هنا بفي انفينيتي. انا اتفقت معاكم ان اي جسم هيبقى فيه دراج فورس في نفس اتجاه سرعه الهواء. يبقى انا عندي هنا دراج فورس اهي. لا بس هنا بقى الموضوع هيختلف ليه؟ يعني لما الجسم ده مال بيأثر على البليت ده، قوة دراج موجودة فوق يمين كده في نفس اتجاه تأثير الهواء، وفي نفس الوقت ما دام مايل يبقى يحاول يرفع البليت ده لفوق، بيرفعه بقوة اسمها الليفت فورس. تعتمد القوة دي على ايه؟ تعتمد على سرعة الفلو وتعتمد على زاوية الميل. بتري ان ده لو كان ده افقي، يعني الفا دي بتساوي زيرو،
مش هيبقى فيه ليفت فورس. يبقى معنى كده كل ما بغير الالفا كل ما الليفت فورس بيزيد. اذا ما هي الليفت فورس؟ هي قوه، شوف ما تقوليش راسيه، لا 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 ما فيش حاجه اسمها راسيه، هي قوه متعامده على الفلو اللي جاي اسمها ليفت فورس. امال الدراج فورس؟ ما تقوليش الافقيه، يعني انا ما فيش حاجه اسمها افق راسي، ده اسمه دراج فورس، يعني هي قوه موازيه في اتجاه الفلو. اذا الليفت فورس والدراج فورس دول بيكونوا متعامدين على بعض، الليفت فورس والدراج فورس دول بيكونوا متعامدين على بعض. بس انا لو كان عندي اسطوانه ثابته ما تتحركش، يبقى الفلو اللي بيخبط فيها بيعمل دراج، مش هيبقى فيه ليفت. اما امتى يكون الليفت ده؟ انا ابتديت عندك هنا المثال الصغير، قلت عندي فيه فلات بليت، والفلات بليت عامل زاويه الفا، فاذا اقدر اعمل دراج وليفت. طب ممكن اخلي ده افقي، يبقى مش هيبقى فيه ليفت، بسبب زاويه الميل اصبح فيه ليفت فورس في اتجاه متعامده على الدراج فورس. طب ده عباره عن ايه؟ عباره عن فلات بليت الكروس سكشن اريا بتاعه واحد. طب افرض ان انا جبت بليت والكروس سكشن بتاعه مش واحد، يعني تلاقيه هنا سميك من حته ويقدر يرفع 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 من ناحيه لغايه لما يوصل للنقطه دي، جسم كده مش عارف اسمه ايه، اهو له سمك معين، هنا سمك كبير صغير هنا شويه ويكبر هنا يبتدي يعلي الثاني. اذا ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن كروس سكشن اريا، وطبعا بقيه الجسم متعامد على الورق، والفلو ماشي هنا بسرعه اسمها في انفينيتي. يبقى هيبقى في دراج فورس، وما دام في الميل ده زاويه الفا اللي بنسميها الانجل اوف اتاك، يبقى في قيمه في الليفت فورس، يبقى ده الكروس سكشن اريا اللي شكله بتكون متغير. الله، امال شكله غريب ليه كده؟ ليه الكروس سكشن اريا عامل كده؟ ليه واخد الشكل ده؟ لان ده كونفيجريشن معينه لحاجه اسمها ايروفويل، هنتكلم عليه بالتفصيل. والفلو لما بيدخل من هنا بيعمل دراج فورس في نفس الاتجاه، وفي ليفت فورس تتناسب مع الالفا. طب انا لو خليت الالفا هنا بزيرو في الفلات بليت، هل هيبقى فيه ليفت فورس؟ نو. طب هنا لو خليت الالفا بتساوي زيرو هيبقى فيه ليفت فورس؟ لا، نستنوني بقى. الموضوع بيعتمد ايه؟ يعتمد على الكونفيجريشن بتاع الكروس سكشن ده اللي هو الابر سيرفيس واللور سيرفيس. I might have a lift force and zero angle of attack. I might have. يعتمد على ايه؟ يعتمد على شكل الكروس سكشن اريا ده اللي انا بسميه الايروفويل. هنا مفيش حل. انت لو حطيته افقي والكروس سكشن ده ثابت مش هيبقى في lift force. طب يا ترى هنا؟ لا، استنى، يعتمد على شكل الكونفيجريشن دي. دكتور الله. معلش الصوت حاجة بيقطع بس. انا بقول ان ده يعتمد على شكل الكونفيجريشن. ممكن الكونفيجريشن ديت تديني ليفت فورس عند انجل بتساوي زيرو، وممكن ما تدينيش عند انجل بتساوي زيرو. اذا الليفت فورس دي بتعتمد على الانجل اوف اتاك. تمام دكتور؟ ايوه فندم. ايه الفرق بين التلات رسومات اللي فوق دول؟ مش ما فهمتش الحته دي. بص يا فندم، دي عبارة عن جسم واخد أي شكل ما نقدرش نوصفه. ده جسم واخد أي شكل ما أقدرش أوصفه. إن أنا بقول لك لو في أي فلو ماشي بسرعة يبقى لازم يكون في دراج فورس. ده عبارة عن أسطوانة ثابتة مش متحركة. وده عبارة عن أسطوانة عمودية على السبورة أهي، على الورقة بس بتلف. فهمت حضرتك؟ يعني في كل الأحوال في دراج صح؟ في كل الاحوال في دراج، لكن مش دايما في ليفت. يعني هنا مفيش ليفت، هنا مفيش ليفت، هنا لسه هنتكلم، خليها شويه. ماشي يا شباب؟ حد عنده سؤال تاني؟ تمام يا باشمهندس. تمام يا دكتور، شكرا. العفو. طيب نيجي بقى ندرس حاجه اسمها الماجنس افكت فور روتيتنج سلندر. يعني دي اسطوانه ثابته ودي اسطوانه بتلف. انا هعمل ايه بقى؟ هاخد اسطوانه، ما دي اسطوانه عموديه على السبوره، وهلففها في اتجاه في عكس اتجاه عقارب الساعه. الففها في اتجاه في عكس اتجاه عقارب الساعه اهي. الفف الاسطوانه دي في اتجاه في عكس اتجاه عقارب الساعه. يوم يحصل ايه بقى؟ الفلو اللي ماشي هنا ماشي بسرعه اسمها ايه؟ دي انفينيتي، دي سرعه الهواء. طب ما هي الاسطوانه بتلف كده، يبقى في في بي اللي هي سرعه الاسطوانه، سميها في سي في بي. الصوت بقى يعني
احاول اهو اتكلم ان في انفينيتي دي سرعه الايه الهواء، والفي بي اللي هي اللي موجوده دي سرعه الاسطوانه. في انفينيتي تمام سرعه الهواء، وفي بي هي سرعه الاسطوانه. تمام، يبقى سرعه الهواء عند النقطه دي ماشيه زي يمين، وسرعه الاسطوانه ماشيه هنا ايه شمال، صح كده؟ يبقى سرعة هنا الاسطوانة يمين وسرعة الهواء يمين، موافقين؟ لازم تردوا عليا. اه تمام. طيب نتيجة دوران الاسطوانة هنا ضد عقارب الساعة، يبقى السرعة هنا مينيمم والسرعة هنا ماكسيمم. ما دام السرعة هنا مينيمم يبقى البريشر ماكسيمم، وما دام السرعة هنا ماكسيمم يبقى البريشر مينيمم، يبقى يتولد ليفت فورس لتحت. ليه؟ لأن في فرق في الضغط ما بين دي ودي، هنا ضغط عالي هنا ضغط واطي، يبقى يعمل ليفت فورس في هذا الاتجاه الرأسي. إذا مش دايما الليفت فورس بتكون لفوق، كلمة ليفت معناها عمودية على الفلو اللي جاي، بدليل ان انا لما دورت الاسطوانه في الاتجاه الثاني اللي هو مع عقارب الساعه، هنا النقطه دي عندها في انفينيتي يمين، هنا النقطه دي عندها سرعه الاسطوانه الخطيه يمين، هنا العكس الفي انفينيتي دايما يمين لكن الفي بي دي شمال، يبقى هنا مينيمم فيلوسيتي يبقى ماكسيمم بريشر، وهنا ماكسيمم فيلوسيتي يعني مينيمم بريشر، يبقى الليفت فورس هيبقى لفوق. يبقى نتيجه ان انا غيرت اتجاه الاسطوانه هينشا ليفت فورس، ممكن اغيرها كده ممكن اغيرها كده. يبقى الليفت فورس دي توصيفها ايه؟ هي الفورس العموديه على اتجاه الفلويد اللي جاي سواء كانت لفوق او لتحت. ده انا ممكن اخليها في الاتجاه المايل. يعني ايه اخليها في اتجاه المايل؟ يعني ممكن الفلو ده يكون جاي كده بزاوية 45 درجة والاسطوانة بتلف مع عقارب الساعة، اذا الليفت فورس هيبقى الناحية دي كده. طب لو خليتها تلف في عكس اتجاه عقارب الساعة يبقى الليفت فورس يبقى جاي. الله، يبقى انا اقدر اعمل ديزاين واخلي الاسطوانة بتلف في الاتجاه اللي انا عاوزه والفلو يدخل في الاتجاه اللي انا عاوزه، وغير شكل واتجاه الليفت فورس تبقى مره لفوق مره لتحت مره من الجنب زي ما انا عاوز. لان هي الفكره في ايه؟ ان عند النقطه دي ماكسيمم فيلوسيتي يبقى مينيمم بريشر، وعند النقطه دي مينيمم فيلوسيتي يبقى ماكسيمم بريشر، يبقى في ليفت فورس كده. وكذلك هنا مينيمم فيلوسيتي يبقى ماكسيمم بريشر، ماكسيمم فيلوسيتي يبقى مينيمم بريشر، ويبقى الليفت فورس لتحت. ولذلك انت لما عندك اسطوانه دي بتلف قصاد فلوينج فلويد تجد ان وزنها بيخف وانت بتلففها. ليه؟ لان هينشا قيمه ليفت فورس. قيمه الليفت فورس دي تعتمد على فرق البريشر ما بين تحت وفوق، ومين اللي بيولد فرق البريشر ده؟ هو فرق السرعات ما بين تحت وفوق او فوق وتحت، وبالتالي ينشأ عندي ليفت فورس. امتى ما يكونش فيه ليفت فورس؟ لو الاسطوانه ديت فيكست ما بتلفش، لكن ودايما عندي دراج سواء كانت بتلف او ما بتلفش، لكن الليفت فورس مش هتنشأ الا لما يكون عندي دوران. لو ما كانش فيه دوران يبقى مفيش ليفت فورس. مفهومة كده يا شباب؟ هو دكتور كان عندي سؤال بالنسبة لجزئية الليفت فورس، سواء ان هو اللي فوق او لتحت، هو المتحكم فيه اللي هو سرعة الرياح اللي جاية على السلندر، ولا دورانها، ولا اني اللي عاملين مع بعض؟ ما هو انت دلوقتي خلي بالك، كل ما بزود السرعة الدورانية اللي خلينا في الرسمة اللي على اليمين، كل ما بزود السرعة الدورانية إيه اللي بيحصل؟ بيزيد الفرق ما بين VP والV infinity، صح؟
وبيزيد السرعة هنا لأنها بتنضاف، فلما بتزيد السرعة يقل الضغط. إذن المتحكم في قيمة الليفت فورس دي إيه يا باشمهندس؟ حاجتين، السرعة الدورانية وسرعة الفلويد. تمام. خلاص، يبقى قيمة الليفت فورس لو أنت عاوز تزود الليفت فورس تعمل إيه؟ دور الأسطوانة بسرعة أكبر، وبالتالي فهمت كده؟ تمام يا دكتور. طب لو انا عايز اعمل مثلا الليفت فورس بزاويه 45، ده بتبقى معتمده برضه على السرعه ولا بتبقى معتمده على الفلويد؟ على تعتمد على اتجاه الفلويد. لو اتجاه الفلويد جاي من الناحيه دي بسوي 45 درجه، يبقى الليفت فورس هتبقى جايه كده عموديه على الفلو. فانت اعتبر نفسك ترزي، انت بتفصل اتجاه الفورس، يا اما تطلع لفوق يا اما تنزل لتحت، ده على حسب ايه؟ على حسب اتجاه الفلو. تمام يا دكتور، شكرا. تمام، العفو. عاوز اقول لكم حاجه عشان تكونوا عارفينها. كان زمان كان في عربيه بتعملها فرنسا اسمها بيجو ستيشن. حد فيكم عارف شكلها؟ البيجو ستيشن دي شكلها عامل ازاي، اللي فيها ثلاث كنبات دي؟ ايوه يا دكتور، اللي هي بتبقى 504 بس ستيشن من ورا بكنبه. ايوه، المصنع بطل يعملها. عارفين ليه؟ يعني هما اكتشفوا ان العربيه دي اللي وزنها يمكن طن، لما بتمشي ب 120 كيلو في الساعة، لما بتخبط في الهواء اكتشفوا انها بيبقى وزنها ما يزيدش عن 15 كيلو بالناس اللي فيها، عشان كده كانوا بيسموها النعش الطائر، ما هيش ستيبل. يعني هي المشكلة انه لما الهواء يخبط فيها مع سرعة تجد انها وزن، تخيل وزن عربية 15 كيلو وانت قاعد جواها. ليه؟ لان في ليفت فورس بترفعها عن الارض، لدرجه ان هم لاحظوا انها لما بتمشي عند ال 120 كيلو بيبقى وزنها 15 كيلو، فبتبقى طايره فوق، طايره عن الاسفلت، وبيسموها وممكن تتقلب وهكذا. اذا كل ما بتزود السرعه الخطيه بتاعت العربيه دي كل ما الوزن بيقل، كل ما بزود سرعه دوران الاسطوانه كل ما بيبقى الليفت فورس بيزيد وتقدر ترفعها فوق. الله، دي حاجة حلوة قوي. الله، طب ما تيجي بقى، ما تيجي نحط كده في العجل بتاع القطر، نمشيه في كوندويت، والكوندويت ده يكون ماشي فيه اويل ثابت بقى، ما هو ماشي في الكوندويت دي، ونحرك العجل بتاعها بتاع القطر ده بسرعة، لأنه ماشي بسرعة. ايه ده؟ ده ممكن ينشأ ليفت فورس ترفع القطر لفوق وتخفف من وزنه، ده بالإضافة لأنه هيكون عايم في الفلويد، وهيكون فبالتالي بخفف من وزنه، فبالتالي سرعته هتبقى أكتر والفريكشن هيكون أقل وكل حاجة هتتحسن. فكر فيها. هو دكتورة معلش أنا مش فاهم المثال ده، يعني مش متخيل. بص، تخيل كده، أنت عارف العجل بتاع القطر ده هو ماشي على قضيب، صح؟ تخيل القضيب ده هو عبارة عن كوندويت في اويل. تخيل القضيب ده اللي هو المجرى بتاعت القطر دي هو اويل، يعني هو بص حضرتك، يعني كأن القضيب على النيل مثلا او جوه الفلويد البحري، فهو متحوط بفلويد مثلا. لا 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 لا، انا ما قلتش كده. اسالك سؤال، بص حضرتك، مين اللي شايل العربيه بتاعت حضرتك؟ مين اللي شايلها؟ اللي هو الرياكشن بتاعها على الارض. مين اللي شايلها في النهايه خالص؟ مين اللي شايلها؟ اوعى تقول لي العجل. العجل لا، مش شايل العربيه، لكن اللي شايل العربيه فين؟ الهواء اللي جوه العجل، صح ولا غلط؟ مش الهواء هو اللي شايل. هو انت متخيل ان الجنط بتاعك ده هو بيحك في الكاوتش؟ لا طبعا، ولو كان بيحك في الكاوتش كان قطع الكاوتش، لكن العربيه متشاله ايه؟ على ضغط الهواء، بدليل لما انت بتهوي العجل بتلاقي وقعت تحت تنزل، لكن لما بتنفخ العجل تقوم طالعه لفوق. اذا مين اللي شال العربيه؟ ما تقوليش اللي شال العربيه هو العجل، لا، اللي شال العربيه هو الهواء. مين اللي شال اللوري؟ الهواء. مين اللي شال الطياره وهي ماشيه على الارض؟ الهواء. فالفلويد ده قادر ان هو يشيل اوزان تقيله. مين اللي بيشيل العربية بتاعتك لما بتشغل الكوريك؟ الزيت، مش الزيت هو اللي بيكون. إذن الفلويد ده
هو اللي بيرفع الحاجة التقيلة سواء كانت عربية طيارة لولي ولا كذا، موافقني؟ فاللي انا بقوله ايه، تخيل ان القضيب نفسه، اركز كده معايا، ماليش دخل بالنيل ولا بالمية ولا كده، لا، القضيب نفسه بتاع القطر ده هو عبارة عن كوندويت مقفول مليان زيت. هو حد يقول يا ده عاوزين نحطه زيت قد ايه، هو انت عربيتك دي بتشيلها بقد ايه زيت، هو الكوليك ده فيه قد ايه، مش فيه كده حبة صغيرين حبة زيت صغيرين، ولا عندك طن زيت، عندك حبة زيت صغيرين ما يكملوش كوباية، لان اللي بيرفع العربية هو مش كمية الزيت اللي بيرفعها او الوزن ده، هو ضغط الزيت. فالضغط بيرفع طيارة، الضغط بيرفع عربية، بيرفع لوري، لكن مش كمية الزيت، بدليل انك عندك في الكوريج بتاعك شوية زيت ما يكملوش نص كوباية. إذن اللي أنا بقوله، لو تخيلت إن القضيب نفسه هو عبارة عن كوندويت مقفول ومليان زيت، تخيل كده، كوندويت القضيب ده عبارة عن كوندويت مقفول ومليان زيت، والعجلة بتمشي جوه، يعني تخيل دي كده اللي أنا بشاور عليه، دي العجلة بتاعت القطر، وهو ماشي في كوندويت مقفول والعجلة دي كده، فلما دي بتلف بسرعة عالية، طبعا الفي انفينيتي ده اللي هو سرعة القطر، يبقى الفلو ماشي في الناحية دي، الفلو ماشي بسرعة، وهو القطر عمال يلف 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 كده، بالتالي هو بيلف كده وفي فلو ماشي، ينتج ليفت فورس ترفع الجسم ده لفوق. ولذلك لما بيجوا يستخدموا دايما عندهم حاجة عاوزين يرفعوها وزنها كتير في اسطوانة، ألف الاسطوانة بسرعة عالية وزنها يخف. أنا بقولك إن البيجو ستيشن دي كانوا بيسموها النعش الطائر، تخيل عربية فيها 6-7 بكل اللي فيها ده وزنها 15 كيلو عند 120 كيلومتر في الساعة، فكانت خطر وحوادثها كتير، وكانت طبعا منها 3 كنبات، فالناس كانوا بيستخدموها في السفر وهكذا. الفكرة ايه يا جماعة؟ الفكرة انا لما يكون في عندي اسطوانة بتلف في فلويد حواليها، غصب عني وعنك هيبقى فيه ليفت فورس، يا ترفعها لفوق يا تنزلها لتحت على حسب ايه اتجاه الدوران. مفهوم؟ تمام يا دكتور، عظيم. طيب خلي بالك، طب لو انا بتكلم على نون روتيتنج سيلندر، نون روتيتنج يعني هي اسطوانه ثابته، بص كده انا بقول دي اسطوانه ثابته ما بتلفش، يبقى ما فيش ليفت، في دراج بس، وعليها هواء هنا جاي سرعته في انفينيتي وضغطه اسمه في انفينيتي. وكنت انا بعتبر ان انا بتكلم على ايديال كونديشن، ايديال كونديشن يعني ايه؟ ان انا بعتبر ان الهواء ده نون فيسكس، يعني انفيزت في ظروف ايديال، ودي اسطوانه ما بتلفش، خدت نقطه معينه على سطح الاسطوانه بتعمل زاويه اسمها ايه؟ ثيتا، نقطه عن سطح الاسطوانه. طيب هنا الضغط اسمه ايه بتاع الهواء؟ في انفينيتي، والسرعه اسمها ايه؟ في انفينيتي. عند اي نقطه على سطح الاسطوانه السرعه اسمها في اس ثيتا. ليه؟ لان الفلو لما بيخبط هنا في الاسطوانه هنا بتبقى سرعته زيرو، طول ما انا ماشي كده سطح الاسطوانه الاقي السرعه بتتغير على حسب الزاويه، فعند زاويه معينه هنا اسمها ثيتا هعتبر ان السرعه بتساوي اسمها في اس انفينيتي. طب والضغط؟ في اس ثيتا، هنا اسمه بي انفينيتي والسرعه اسمها بي انفينيتي، هنا اسمه بي اس ثيتا والسرعه بي اس ثيتا عند اي نقطه. طيب هعتبر دي اسمها نقطه A ودي اسمها نقطه B، وهطبق برنولي ايكويشن ما بين النقطتين A و B. برنولي ايكويشن بتقول لك ايه؟ البريشر هيد والكاينيتيك هيد هنا يساوي البريشر هيد والكاينيتيك هيد هنا. طيب البريشر هنا عباره عن ايه؟ بي انفينيتي، والبريشر هيد اللي هو جاي من الـ من الـ من الـ من الـ من الدايناميك، ما ده اسمه دايناميك بريشر، اسمه رو في سكوير على 2 بتاع الفلو اللي جاي ثيتا، بيساوي من النقطه دي اللي هي نقطه دي. الو دكتور، اتفضل يا فندم. بعد اذن حضرتك، هو الشكل اللي هو بتاع اللي هو الدايره بتاعه النون روتيتنج سلندر، عايز اعرف بس ازاي اتعمل لاني ما فهمتش، يعني زي البي اس ثيتا دي تاني
لا تحت امرك ما تقولش معلش. بص يا فندم، بس في صدى صوت، ممكن تقفل بس السماعه عندك؟ حاضر. ماشي. بص انا عندي سطح اسطوانه هنا، الهواء اللي جاي لها ده له ضغط اسمه في انفينيتي، والصاره اسمها في انفينيتي. كويس. طيب على ما ده يوصل على سطح الاسطوانه هيبقى هنا في ضغط مش عارفه كام، وسرعه، ضغط وسرعه، ضغط وسرعه، يعني بيتغير على سطح الاسطوانه. يعني الضغط هنا كام بيعتمد على الزاويه. فانا خدت عند اي زاويه اسمها سيتا الضغط اللي عندها اسمه بي اس سيتا وفي اس سيتا. طب قيمته قد ايه؟ ما هنحسبه دلوقتي، لانه بيعتمد على سطح الاسطوانه عند زاويه كام. يعني عند النقطه دي غير 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 النقطه دي وهكذا. وده المنطقي، الفلو اللي جاي هنا بسرعه وضغط بس على سطح الاسطوانه. انا عارف هنا السرعه والضغط بي انفينيتي وبي انفينيتي، بس لما يوصل على سطح الاسطوانه تجد ان قيمته بتتغير حسب الزاويه. يعني اكيد الضغط والسرعه هنا بتاعت الفلو اللي جاي لما يخبط في الاسطوانه غير هنا غير هنا غير هنا. بدليل لما تبقى الزاويه الثيتا بتساوي زيرو، الفلو هيخبط هنا هتبقى النقطه دي ستاجنيشن، يعني السرعه عندها بصفر. طب عند النقطه دي لا يا حبيبي، السرعه هتلاقي تزيد 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 لغايه لما يوصل للنقطه دي، لان ده عباره عن دايره فالفلو بيمشي سموس عليها. بس هو ما قدرش، لما خبط هنا راح واقف، بقت سرعته بتساوي زيرو. فالبي اس سيتا والفي اس سيتا هي ضغط وسرعه عند اي نقطه سطح الاسطوانه، لان قيمه الضغط وقيمه السرعه بتعتمد ان انا بتكلم عند انهي نقطه سطح الاسطوانه، يعني عند انهي زاويه اسمها سيتا. تمام يا فندم؟ تمام يا باشمهندس. تمام يا دكتور. تمام. طيب عظيم دكتور. خلط. ايوه سنة. هي اكبر سرعة على سطح الاسطوانة تبقى فين؟ الله ينور عليك، انت مركز. شوف انت ما سألتنيش عن اقل سرعة ليه؟ لانه ما هو الفلو لما يخبط هنا هيبقى استاجنيشن. يا اخي هوا بيخبط في الحيطة، يبقى لازم عند الحيطة تبقى سرعته صفر، لانه مش هيقدر يزق الحيطة. يبقى اعلى سرعة فين؟ بص، يبقى طول ما انا ماشي كده السرعة مالها بتعلى 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 بتعلى، اكيد اعلى سرعه هتبقى عند اعلى نقطه لانها عندها اقل مقاومه. صح كده؟ تمام يا دكتور. طيب هنشوف بقى الكلام ده هيحسب ازاي. معلش انا قلت سؤال، معلش. هو انا مقتنع ان هو السرعه هتفضل تزيد تمام، لكن هو كان في حاجه اسمها اللي هو النو سليب كونديشن، ده بيبقى موجود امتى؟ لا انا خلي بالك انا بتكلم على ايديال فلو، انا بتكلم عن ايديال فلو، يعني مفيش اي فيسكس افكت ولا في سليب ولا اي حاجه. يعني هي الفكره في ايه؟ انا دلوقتي انا احنا لسه هندخل بقى في الاكتشوال فلو، انا بتكلم على فلو ايضا، عشان كده حطيتها بين قوسين. تمام، شكرا. لا تحت امرك. هو يعني هنا مش هيحصل سيبريشن يا دكتور للفلو؟ ما انا لما اتكلم على ايديال فلو يعني انا بعتبر ايه؟ انا بتكلم على بلد المحبوب. ايه بلد المحبوب دي؟ يعني الدنيا سموس خالص ومفيش، والفلو لما يخبط في الاسطوانه هيتغير شكله، بس لما يخرج في الخلف هيرجع لشكله الطبيعي. ما انا بتكلم عن ايديال كيس بقى. ما ايديال كيس ده معناه ايه؟ الفلو جاي موازي وهيخرج مو موازي، انا حر بقى، ما انا راجل ايديال مش اكتشوال. تمام. وانت هتشوف دلوقتي الفرق ما بين الايديال والاكتشوال. تمام. يبقى بي انفينيتي زائد رو على 2 في انفينيتي سكوير بتساوي بي، ما انا بطبق برنوليا بين النقطتين دول في الايديال كيس، بيساوي بي اس ثيتا زائد الديناميك بريشر ده اللي هو رو على 2 في السرعه سكوير. طيب يبقى معنى كده ايه بقى؟ اطرح الاثنين دول مع بعض، الضغط عند النقطه دي ناقص الضغط عند النقطه دي بيساوي ايه؟ رو على 2، ما انا خدته مشترك بس، في V infinity square ناقص V square. يعني الفرق في الضغط ما بين النقطة دي وبين النقطة دي، الفرق في الضغط ما بين النقطة دي وبين النقطة دي هو بيساوي رو على 2 من المعادلة الهايفة دي، في V infinity square ناقص VS square theta. يعني شوف الفرق ما بين الكينيتك هيد هنا والكينيتك هيد هنا، هو ده اللي بيدي فرق في الضغط. طيب هنعمل كده assumption ونمشي عليه، نقول ايه بقى؟ ما هو زي ما زميلكم سالني قال لي فين السرعه المينيمم اهي، فين السرعه الماكسيمم اهي، ده اللي انا متخيله في الايديال كيس. طب ليه حضرتك متخيل كده؟ لان فلو لما خبط هنا بقت سرعته زيرو، طول ما انا ماشي كده السرعه بتزيد 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 بتزيد، اكيد في الايديال كيس
اوصل هنا لسرعه السرعه دي تبقى ماكسيمم فاليو. ليه هوصل هنا لسرعه ماكسيمم فاليو؟ لان بعد كده لازم تقل تاني فور ايدل كيس. كانك عندك مرايه توزيع السرعات هنا يكون هو نفسه توزيع السرعات هنا. ليه؟ لان احنا بنهمل اي تاثير للهواء اي تاثير للفيسكوستي بنعتبر ان هو انفيسد يعني نون فيسكس. يبقى ده ايديال كيس. اذا السرعه تبقى هنا زيرو وهنا تبقى ماكسيمم. فانا هقول ان السرعه دي بتساوي فرض اهو 2 في انفينيتي ساين الزاويه ثيتا. معناه لو ثيتا بزيرو يبقى السرعه هنا بتساوي كام؟ زيرو. طب لو الثيتا بتساوي 90 درجه يبقى السرعه دي بتساوي ساين 90 بواحد يبقى السرعه بتساوي 2 في انفينيتي. ليه؟ لان انا متخيل ده ان هو الماكسيمم فاليو فور ايديال كيس. بحيث ان انا لما الف تاني ما انا راجل مثالي بقى وارجع عند النقطه دي الاقي السرعه هنا توصل لزيرو. يا راجل السرعه هنا تساوي زيرو ازاي بس؟ ومش في سيبريشن زي ما قال؟ لا يا سيدي انا بتكلم على ايديال كيس. وكان ده هو صوره من ده وكان ده هو صوره من ده. يبقى الهواء لما يبقى عند النقطه دي استجنيشن سرعته زيرو. طب عند النقطه دي الماكسيمم لا هيبقى بيساوي 2 في انفينيتي. ده فرض لانه بيوصل لماكسيمم فاليو. يبقى اقدر اقول من كده ان بي اس سي تناقص بي انفينيتي اهي سيبروها عن 2 في انفينيتي سكوير. اشيل في اس ثيتا احط بدلها ايه؟ 2 في انفينيتي ساين ثيتا تبقى سكوير. خلاص يبقى 2 في انفينيتي ساين الزاويه ثيتا كل ده سكوير. ايوه فهمت. مش مفروض السرعه اللي هي في اس ثيتا تساوي الفي انفينيتي لما تكون ماكسيموم مش 2 في انفينيتي؟ لا ما انا بقى بعمل ايه؟ اولا ده فرض. ثانيا انا معتمد على ايه يا باشمهندس؟ ان الفلو لما بيجي هنا وبيخبط في السطح الاسطوانه من الدائري ده بيشجعه ان يزود سرعته عن السرعه اللي جاي بيها. ليه؟ لان الفلو ده بيبقى حاضن الاسطوانه. لما يجي يحضن الاسطوانه من سرعه زيرو الدوران بتاع الاسطوانه ديت والكيرفتشر ده يعمل زياده للسرعه بحيث ان السرعه هنا بتساوي النقطه. هي ممكن ما توصلش لاثنين، ممكن توصل لواحد واحد من عشره، ممكن توصل لواحد ونص وهكذا. بس ديفنتلي انت ما تقدرش تقول لي انها مش 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 هتزيد. لا هي لازم تزيد. طب ايه اللي زودها؟ ما اذا كانت هنا زيرو ان انا بعدت عن سطح الاسطوانه وكان سطح الاسطوانه ده عمل ايه؟ عمل اكسلريشن يعني راح مزود هذه السرعه لغايه لما وصلت لهذه النقطه. خرجت من هذه النقطه الفلو اللي جاي ده مفيش حاجه تساعده بالعكس هتنزله لغايه لما يوصل السرعه زيرو. وكان انا عندي استجنيشن هنا واستجنيشن هنا وسرعه قصوى هنا وسرعه قصوى تحت لان سطح الاسطوانه ده بيدوره فبالتالي بيعلي السرعه لغايه لما توصل لماكسيمم فاليو. فهمت؟ تمام يا دكتور. طب يا فندم كويس. اذا معنى كده ايه؟ بي اس انفينيتي ناقص بي ثيتا يساوي رقم 2 في في انفينيتي سكوير ناقص في انفينيتي ساين ثيتا سكوير. طب ما نريح نفسنا ونقول ان بي اس ثيتا ناقص بي انفينيتي اقسمها على رو على 2 في 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 انفينيتي مع عشان يبقى الوحده. اصل ده خلي بالك ده بريشر وده بريشر وده بريشر برضو بس اسمه دايناميك بريشر. فان حضراتكم عارفين في حاجه اسمها دايناميك بريشر بتيجي من الكينيتيك. يعني لو انت شفت ده وحدته ايه هتلاقيه باسكال برضو زي ده. يبقى بريشر على بريشر يدي حاجه اسمها بريشر كوفيشنت. البريشر كوفيشن دايما انا خدت رو على 2 وخدت في انفينيتي سكوير يبقى اتفضل لي 1 ناقص 4 ساين سكوير ثيتا. يبقى معنى كده ايه؟ انا ليه عملت كده؟ عشان عاوز اشوف توزيع الضغط على سطح الاسطوانه الثابته فور ايديال كيس. بكرر ثاني شوف انا كاتب اهو نون روتيتنج سلندر ان ان ايديال كيس. نون روتيتنج ما بتدورش ما عنديش ليفت بس في الايديال كيس كمان. اذا طلع من هنا ايه؟ ان البريشر ديستريبيوشن على سطح الاسطوانه طلع ان هو بيساوي 1 ناقص 4 ساين سكوير ثيتا. طب حلو قوي كده. طب ما تحط ثيتا بزيرو. ثيتا بزيرو يبقى ساين ثيتا بكام؟ حط ثيتا بزيرو هيطلع بزيرو. يبقى السي بي بتساوي كام؟ 1. الله حلو قوي ده. حلو قوي. تعالى نشوف البريشر ديستريبيوشن كده. حط ثيتا بزيرو يطلع السي بي بواحد. حط ثيتا ب 90 درجة هيطلع ساين سكوير ثيتا بكام؟ بواحد. واحد في ناقص 4 بناقص 4 1 ناقص 4 تطلع ناقص 3. تعالى نرسمها كده.
عند الزاوية يخليك هنا على الشمال، عند الزاوية زيرو طلع السي بي بكام؟ بواحد. ارسم كده. طبعا عند الزاوية 90 درجة سيبك من الدي ودي، عند الزاوية 90 درجة طلع السي بي بكام؟ بناقص 3. والله ظريفة جدا. طب ما تاخد الزاوية 180، عند الزاوية اللي هي الناحية الثانية 180 هيطلع دي بزيرو، يعني السي بي بتساوي واحد يبقى هنا بواحد. طب عند الزاوية 270 الله ده هتطلع ناقص 3. ايه ده؟ ده في سيمترية يمين وشمال. ايه ده معناها؟ ايه اللي خلينا نرسم كده؟ انا جبت نقطة هنا وجبت نقطة هنا وجبت نقطة هنا ونقطة هنا. طب ايه اللي خلاك ترسم الكيرفات كده؟ وانا رسمتها كده ليه؟ لان لقيت عند الزيرو طلعت بواحد وعند 90 بناقص 3. يبقى حط بقى سيتا بدرجة باتنين بتلاتة باربعة بخمسة بستة بعشرة بعشرين تلاتين لغاية لما توصل التسعين، هيطلع لك الديستريبيوشن شكله عامل كده وكأنها زي الوردة. ايه ده؟ الضغط اللي فوق زي اللي تحت يبقى مفيش ليفت، والضغط اليمين زي الشمال يبقى مفيش دراج. يبقى لو انا بتكلم على نون روتيتنج سلندر اللي هي دي اسمها نون روتيتنج، كلمه نون روتيتنج يبقى مفيش ليفت. ليه؟ لان اللي فوق واللي تحت الضغوط متساويه يبقى مفيش ليفت. بس فور ايديال كيس ترى ان الضغط اللي على اليمين بيساوي الضغط على الشمال يبقى مفيش دراج. يا دكتور يا دكتور استهدى بالله، اذا كان في عندي فلو هنا جاي وبيخفف في اسطوانه ازاي ما يعملش دراج؟ اقول لك لانه ايديال فلويد، يعني احنا بنحلم في الخيال يعني. ايديال فلويد يعني لا في فريكشن ولا في فيسكوزيتي ولا 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 ولا. ورحنا مطلعين من كده ان البريشر ديستريبيوشن يمين زي الشمال، طب هيجي لك الدراج منين؟ واللي فوق زي اللي تحت. واحد يقول لي بس ده واحد ولا ناقص ثلاثه؟ ماشي، ما هو الواحد ده هنا بيقابل واحد هنا والناقص ثلاثه هنا بيقابل ناقص ثلاثه هنا، يبقى في بالانس، يبقى مفيش فورس، بدليل ان القوه متساويه. بس انت لازم تفرقهم ازاي؟ تيجي ترسمه تعمل اسهم داخله لان ده بوزيتيف واسهم داخله، بس لما تيجي ترسم ده تعمل اسهم خارجه لان ده نيجاتيف. انا عارف ان الثلاثه اكبر من الواحد، بس انا ما بقارنش الثلاثه بالواحد، انا بقارن الثلاثه بالثلاثه عشان اشوف فين النقطه اللي عندها ضغط عالي والنقطه اللي عندها ضغط واطي، وقارن الواحد بالواحد عشان اشوف. بس لقيت الواحد زي الواحد يبقى مفيش دراك. ازاي بس يا دكتور مفيش؟ يعني يا ابني انا بتكلم على ايديال كيس والناقص 3 بتساوي ناقص 3، يبقى مفيش ليفت لا فوق ولا تحت. اذا البريشر ديستريبيوشن اون ستيشنري سلندر ان ان ايديال فلويد بتقول ايه؟ زيرو ليفت وزيرو دراك. ده لو انا بتكلم على ايه؟ على ايديال كيس. طيب لكن انا دلوقتي ما دام انا بتكلم على ايديال كيس يعني ما لهاش وجود في الواقع، بس كده ده نظري. لكن to find the point at which CP بتساوي زيرو، ما خلي بالك النقطة دي واحد والنقطة دي واحد والنقطة دي ناقص ثلاثة ودي ناقص ثلاثة، طب ليه بقى حضرتك حطيت لي ده زيرو وده زيرو وده زيرو وده زيرو؟ يبقى انا محتاج اعرف النقطة اللي عندها السي بي، ما هو ده بيمثل سي بي اللي هو اللي انا رسمه، يعني ده الديستريبيوشن بتاع البريشر على سطح الصنعه بس ان دايمنشنلس فور. طيب انا عاوز اتاكد بس كده ان اطمنكم ان ده زيرو وده زيرو وده زيرو زيرو، فاعمل ايه؟ اما اقول المعادله دي، وانتم طبعا ملوك الرياضيات، هقول ايه؟ النقطه اللي عندها السي بي، ما هي السي بي بتساوي ايه؟ انا طلعتها من هنا 1 ناقص 4 ساين سكوير سيتا. طب عاوز اجيب النقطة اللي عندها السي بي بتساوي زيرو، اسويها بالزيرو، اقول ان 1 ناقص 4 ساين سكوير سيتا بتساوي زيرو، اهي 1 ناقص 4 ساين سكوير سيتا بتساوي زيرو، عند السي بي بتساوي زيرو، يبقى 4 ساين سكوير سيتا بتساوي زيرو، يبقى ساين سكوير سيتا بيساوي ربع. ساين سكوير سيتا بتساوي ربع، يبقى ساين سيتا بتساوي بلس اور ماينس نص. يبقى عند ال 30 بتبقى الساين سيتا بتساوي نص، وعند ال 150 وعند الناقص 30 وعند الناقص 150، يبقى عند الزاويه 30 بزيرو وعند الزاويه ال 150 بزيرو، طبعا عند الزاويه ناقص 30 بزيرو. ليه؟ لان الساين سيتا، ما انا اهي سويتها بزيرو، طلع ان الساين سيتا بتساوي بلس وماينس نص،
يبقى عند ال 30 وال 150 وعند الناقص 30 وعند الناقص 150 تبقى زاويه، يبقى انا رسمت البريشر ديستريبيوشن على سطح اسطوانه نون روتيتنج. في الايديال كيس طلعت ده البريشر ديستريبيوشن. يبقى توجد اربع نقط فقط على سطح الاسطوانه عندها السبيل تساوي زيرو. طب والباقي؟ واحد قال لي طب اوكي هو كده كفايه عشان نرسمه؟ لا، انت رسمت النقطه دي بواحد ودي بواحد ودي ثلاثه ودي ثلاثه، وبعدين عندك اربع اصفار 1 2 3 4، يبقى اكيد من واحد للثلاثه بشكل عام كده. يا اخي لو شاكك غير الثيتا، حط ثيتا بتساوي 10 20 30 40 وزود بقى، خليها 110 120 وخليها ناقص 10 ناقص 20 وارسم الشكل، هتلاقيه هذا الشكل اللي هو زي الورده. ده معناها ان الايديال كيس فور نون روتيتنج سيلندر كله بيكون متساوي ومتشابه ومساوي لبعض. ده معناها ان لا في ليفت ولا في دراج. يا دكتور بس ازاي بس ما فيش دراج؟ يعني ايه هو يخبط في اسطوانه ما يحركهاش؟ لان انا بتكلم ان الهواء ده راجل مثالي، لا في فريكشن ولا في فيسكس. انا حر بقى، خلينا اتخيل اوصل لكده. ده بالنسبه للاسطوانه اذا توجد اربع نقاط بس. طيب عشان اجيب الماكسيمم والمينيمم فاليوز بقى بتاعت السي بي اللي هي ما تنساش اللي احنا خدناها ان دايمنشنلس فورم، اقول لك اللي انا جبتها، ما هو ده المينيمم والماكسيمم اللي هي الواحد، عشان بس تتاكدوا واحد وواحد هناك، ما هو ده الماكسيمم والمينيمم. طيب اقوم اعمل ايه بقى؟ اساوي السي بي ديت، بص تو فايند الماكسيمم بوينت، اجي فاضلها بالنسبه لثيتا واساويها بزيرو. والكلام ده في الرياضيات احنا خدناه في كي جي 1، ان انا لما يكون عندي في معادله وعايز اجيب المينيمم ماكسيمم فاليو والتغير فيها بالنسبه لثيتا، يبقى افضلها واساويها بزيرو. 1 ناقص 4 ساين سكوير ثيتا بفضلها واساويها بزيرو. الواحد التفاضل بتاعه بيساوي زيرو. 4 ساين سكوير ثيتا اللي هي دي ما تنسوش حضراتكم، 4 فين المعادله؟ اهي 4 فاضل دي 4 ساين سكوير ثيتا تبقى ايه؟ يبقى هي 1 ناقص 4 ساين سكوير ثيتا، يبقى الواحد بزيرو و4 في 2 ب 8، هي ساين سكوير ثيتا يبقى ساين ثيتا كوزاين ثيتا بتساوي زيرو. ده التفاضل بتاع 1 ناقص 4 ساين سكوير ثيتا، نزل 2 تبقى ناقص 8 ساين كوزاين. سيبك من ال 8 دي، يبقى ده معناه ان ساين ثيتا في كوزاين ثيتا بتساوي زيرو. يبقى الماكسيموم مينيمم فاليو لما تبقى ساين ثيتا بتساوي زيرو، يبقى ثيتا يا 100 يا 180، ده يديك سي ب 1. ولما تبقى الكوزاين بتساوي زيرو، ده معناه ان الثيتا يا 90 يا 270، ساعتها هيطلع بتساوي ناقص 3. دكتور ايوه فهم. هي النقط اللي عندها السرعه بزيرو دي عندها ماكسيموم بريشر ولا ايه؟ النقطه اللي عندها ايه؟ اللي عندها زيرو فيلوسيتي. صح 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 جدا. ما هو خلي بالك النقطه دي انا قلت الناس ستاجنيشن، عشان كده البريشر فيها طلع كبير، والنقطه دي ستاجنيشن عشان طلع فيها البريشر كبير. بس انا كل هدفي دلوقتي ايه؟ عشان احسب الليفت والدراج، ان انا اشوف البريشر ديستريبيوشن على سطح الاسطوانه شكله عامل ازاي في الرأي الكيس، وبعد كده ابتدي ادخل في الاكتشوال كيس شويه بشويه، اللي فيها بقى سيباريشن واللي فيها سليبنج واللي فيها فيسكوستي تشينج وهكذا. طب السي بي اللي هي عندها الزيرو اللي هي في اربع نقط، ايوه دي معناها ايه بقى؟ مش فاهم. ده معناها ايه؟ معناها عند النقطه دي عندي ايه؟ عند النقطه دي عندي ايه هنا؟ في بريشر، لكن انا ما عنديش هنا بريشر فور ايدل كيس. يعني النقطه دي عندها التوزيع البريشر هنا بيساوي زيرو، اكمن هنا السرعه عاليه، السرعه هنا طبعا دي زيرو، فالبريشر فضل عالي. طب عند النقطه دي معناها ايه؟ معناها عند النقطه دي البريشر اللي عند سطح الاسطوانه ده بيساوي زيرو. خلي بالك انا بقارنه بايه؟ ببي انفينيتي. زي ما كان عندي في في انفينيتي، هنا عندي سرعه بتساوي زيرو، لكن بريشر ماله؟ ماكسيمم. ماشي. المفروض يا دكتور تكون عند عند ال 180 ولا ايه؟ عند 180 اهي. عند 90 اسف، ال 90 اهي. يكون عندها مينيمم بريشر اللي هو صح. برافو عليك برافو عليك، وده اللي انا عملته مينيمم هو ناقص 3. انت بس اتخضيت لقيت ان ده كبير، فقلت ازاي ده انت رسمه كبير، بس انا كاتبه كبير نيجاتيف يعني.
انا قصدي يعني هنا المفروض الزيرو بريشر ده يكون عنده ماكسيمم فيلوسيتي ولا لا؟ ده كمان ده تحت الزيرو. ما هو ده تحت الزيرو. ما هو انا ما خلي بالك تحت الزيرو يعني ايه؟ يعني نيجاتيف. بس فقط اذا ما فيش تغير، وده السبب ان فيش ليفت. انت بس ما انت بس مخضوض ليه؟ لان لقيت ده صغير وده كبير. لا كبير نيجاتيف، وده السبب ان انا حطيت اشاره ناقص هنا وغيرت اتجاه الاسهم. فده مش معناه ان ده عنده ماكسيمم فيلوسيتي. طب ازاي البريشر يطلع كبير؟ لا ده كبير نيجاتيف وهو مينيمم في نفس الوقت. تمام شكرا. طيب يبقى طالع من هنا، يبقى انا جبت النقطه، وده يعني ده زياده يعني ده ليكو. يعني لو واحد عاوز يجيب فين النقطه اللي عندها الماكسيمم مينيمم خلاص اهو. او احسن حاجه ريح نفسك وما اعمل ايه بقى، عوض بقى الزاويه من 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 درجه ل 360 هيطلع لك الرسم ده. يبقى ده توزيع البريشر ديستريبيوشن على النون روتيتنج سيلندر فور ان ايديال كيس. تمام يا شباب. طيب لو انا عاوز ارسم الهيدروليك والتوتال تي اي ال اللي هو التوتال انرجي لاين والهيدروليك جريدينت لاين، عاوز ارسمهم للاسطوانه اللي فيها ايديال كيس دي. حضراتكم فاكرين ان الهيدروليك جريدينت لاين ده بياخد في اعتبار البوتنشال هيد والبريشر هيد بس، انما التوتال انرجي لاين ده بياخد في اعتباره الثلاثه، البريشر هيد والبوتنشال هيد والكاينيتيك هيد. الكلام ده انتوا عارفينه من زمان. اذا الفرق ما بين التوتال انرجي لاين والهيدروليك جريدينت لاين هو ايه؟ هو الفيلوسيتي هيد. وكأن الهيدروليك جريدينت لاين هو اقل من التوتال انرجي لاين بمقدار الكاينيتيك هيد. طيب تعال نرسم الكلام ده ونشوف شكله عامل ازاي. بنرسم ادي الاسطوانه اهي الغلبانه اهي، وادي السنتر لاين، وادي التوتال انرجي اللي جاي لها. التوتال انرجي ده عباره عن ايه؟ بريشر هيد اللي هو بي انفينيتي على جاما، وكاينيتيك هيد اللي هو انفينيتي على 2 جي. واحد يقول لي امال فين البوتنشال هيد؟ يا اخي اعمله، لان انا بعتبر النقطه دي والنقطه دي ليهم نفس، ما انا بقارن ما بين نقطتين على نفس المستوى الافقي، فما لهاش معنى. ممكن احط هنا لو تحب زد اهي، بس احطها هنا يبقى ما لهاش معنى. اذا انا في هيدروليك جريدينت لاين اللي هو ده ماشي كده، يبقى المسافه دي بالنسبه لي هي البريشر هيد، اضيف عليها المسافه دي بكاينيتيك هيد، يوم يديني التوتال انرجي لاين. لا 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 خلي بالك في حاجه مهمه، الفلو هو ماشي من هنا سرعته مالها اسمها في انفينيتي، بس انا ثابت. بس لما قرب انا قلت لك النقطه دي استاجنيشن، بتبقى السرعه عندها زيرو. ما هو الفلو مش هيبقى من سرعه ماكسيمم لسرعه مينيمم فجاه، لازم هيمشي جراديوال. يبقى معنى كده ان المسافه دي هتقل تقل 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 لغايه لما اوصل لسرعه زيرو. هيصبح النقطه دي ما عندهاش كاينيتيك هيد لانها ستاجنيشن، بس هتكون ايه؟ عندها بريشر هيد. يبقى عند النقطه دي الفيلوسيتي بتساوي زيرو، اهي فعلا الفيلوسيتي بتساوي زيرو، بدليل ان انا خلاص ما هو ده قل اهو لغايه لما اوصل للزيرو. طب والضغط عند النقطه دي بقى ازيد من الضغط اللي جاي. ايه ده ازيد؟ ازيد ليه يا اخي؟ لان انا كان عندي هنا نقطه ستاجنيشن، فاصبح التوتال انرجي لاين هي بريشر هيد اللي هو ده. طب والحته اللي فاضله دي؟ لا ما دي تلاشت، لان اصبح الكاينيتيك انرجي بتقل لغايه لما اوصل للنقطه دي. مفهوم النص ده يا شباب؟ يبقى ده اسمه كاينيتيك هيد زائد بريشر هيد يديني توتال انرجي، بس عند النقطه دي ما عنديش كاينيتيك هيد، عشان كده الكاينيتيك هيد فضلت تقل تقل لغايه لما وصلت هنا. فاصبح المسافه من اول لغايه هنا هي نفس التوتال انرجي لاين، بس في صوره ضغط بس، لان ما عنديش كاينيتيك هيد. واضح يا شباب؟ واضح يا شباب؟ ردوا عليا. واضح يا دكتور. طيب عظيم. تقوم تعمل حضرتك ايه؟ مش انا بتكلم على ايدي الكيس شيء مثالي؟ اعمل شرح الكلام الناحيه الثانيه في النص الثاني، سيبك من اللي في النص ده. الناحيه الثانيه اهي، السرعه هنا بتساوي كام؟ زيرو. ليه؟ لان ده ايدي الكيس، وتفضل تزيد 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 لغايه ما توصل لغايه النقطه. يبقى ده اسمه ايدي الفلويد، ده التوتال انرجي لاين، والخط ده اسمه الهيدروليك جريدينت لاين. والمسافه من اول هنا لغايه هنا دي اسمها توتال بريشر هيد، وده اسمه كاينيتيك هيد. يبقى كان الرسمه دي هي نفسها الرسمه دي. طيب النقطه دي عندها سرعه كام؟ زيرو اهي،
والنيوتونيان ده سرعه كام؟ زيرو اهي. طب النقطه دي لا يا حبيبي دي عندها سرعه ماكسيمم. يبقى التوتال انرجي لاين هينزل ينزل ينزل اهو بيزيد. بص السرعه عماله تزيد ايه؟ اسمها هنا 2 في انفينيتي، اصبحت السرعه بتساوي 2، يبقى هينزل. يبقى ده كله بيمثل ايه؟ التوتال انرجي. يبقى انا الرسم اللي انا رسمه جوه ده بيمثل ايه؟ الخط ده بتاع الهيدروليك جريدينت لاين. طب لو الضغط هنا بيساوي ايه؟ بيساوي هنا كده. الضغط هنا بيساوي ايه؟ بيساوي هنا. الضغط هنا بيساوي ايه؟ طب وهنا من اول هنا لغايه هنا ده بيمثل الكينيتيك انرجي. اذا لما اجي ارسم التوتال انرجي لاين ده حاجه ثابته، خط كده من اول للاخر. انما الهيدروليك جريدينت لاين هو يبقى ماشي 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 ماشي. انا عمال اقرب من السطح عشان السرعه تقل لغايه لما اوصل للسرعه بيساوي زيرو. طيب خلال الاسطوانه الاقي السرعه هتزيد، ما انا لسه قايل لكم شويه، لغايه لما توصل للقيمه القصوى، وبعد كده ترجع تقل 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 تقل. طب لغايه لما اوصل هنا سطح الاسطوانه، بعد كده ترجع تزيد تاني لان الفلويد بعد عن سطح الاسطوانه، وبقى الرسم ده هو ده بالظبط. طب بقى بالنسبه للايديال فلويد، طب لو انا بتكلم على الاكشن فلويد، لا 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 ده موضوع تاني. الاكشن فلويد هتبص لها ايه بقى؟ ما انا دلوقتي انا عندي اللي هو اللي بيسموه الريال فلويد. هنا هتلاقي مش الرسم الاسود ده، هتلاقي الرسم المنقط. يعني انا لو بتكلم على ريال فلويد بقى هتلاقي الموضوع ما حدش قال ان السرعه هنا بتساوي زيرو. انا معاك ان السرعه هنا بتساوي زيرو، بس الفلويد لما بيوصل عند النقطه دي مش هتبقى سرعته زيرو ابدا. فما اقدرش اقول ان السرعه بتساوي الصوت بتاع حضرتك بس في نويز كده. بص النت وحش يا دكتور. لو انا نعم يا فندم، يعني النت فيه مشكله عند حضرتك تقريبا الصوت معقول، بس انا سامعك كويس جدا. هو المايك يا دكتور في يعني سامعني بيها، هو في خبط كده. نعم ايوه يا جماعه. ايوه دكتور كده كويس. كده كويس. طيب كويس خلاص، انا واخده في حضني في الراوتر. طيب مفهوم يا شباب؟ انت دلوقتي بتتكلم ان انا في الريال كيس. ريال كيس دي ايه؟ مش هيبقى هنا السرعه استاجنيشن، يبقى لا يمكن الخط يكون جاي كده يوصل لزيرو. لا يا حبيبي، الهيدروليك جريدينت لاين اللي نازل 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 وبعد كده راح طالع وراح ينزل تاني، اسمه الهيدروليك جريدينت لاين، ويبقى ده اسمه التوتال انرجي لاين لان فيه لوسز. امال انا لما حطيته في الاول عمل ايه؟ لما انا حطيته في الاول خالص كان التوتال انرجي لاين خط افقي، انما لما اتكلم عليه بقى فور ريل كيس لا، هيبقى في عندي هيبقى في عندي لوسز. يعني الاتش ال ده اسمه الهيد لوس، ما كانش موجود في الايديال كيس، انما طالما انا بقيت في الريل كيس يبقى فيه هيد لوس. مفهوم الكلام ده يا جماعه ولا اقوله تاني؟ دكتور معلش، هو الدوتد لاين ده الدوتد اللي تحت يعني ده فلويد وده فلويد ولا هما الاثنين واحد ولا هو ايه؟ لا 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 لا، الدوتد لاين ده الهيدروليك جريدينت لاين اتش جي ال، واللي فوق وده اسمه التوتال انرجي لاين. تمام. ما هنا كان عندي هيدروليك جريدينت لاين اللي هو اسود، وده التوتال انرجي لاين، والفرق بينهم هو الكينيتيك هيد. دلوقتي بقت السرعه تتغير، يبقى هتصبح ده هو الهيدروليك جريدينت لاين وهيصبح ده هو التوتال انرجي لاين. طب ليه التوتال انرجي لاين ما طلعش خط افقي زي الاولاني؟ لان فور ريل كيس هيبقى في عندنا هيد لوس. صح يا شباب؟ تمام يا دكتور. انا مش عاوز منكم اي حاجه غير انكم تفهموا، لانك لو فهمت هتبدع. طيب دكتور، هو الهايدرو جريدينت لاين للريال فلويد بس ممكن تعيده تاني عشان ما فهمتوش؟ حاضر. بص حضرتك
ده اسمه الهيدروليك جريدينت تايم لو كان عندي ايه ايديال فلويد. بس لما يكون عندي ريل فلويد بقى ريل فلويد هتبص لي انه النقطه دي ما اقدرش اقول ان السرعه ده بسبب زيرو. يعني انا لما كان ايديال كيس كنا نزلت خط ده لنقطه الزيرو. بس في الـ في الـ في, الـ في الريل فلويد لا حبيبي هيبقى النقطه دي عندها سرعه، يبقى المسافه دي بتمثل ايه؟ بتمثل سرعه الفلويد ما بين الهيدروليك جريدينت لاين والتوتال انرجي لاين. ولذلك انا لو جيت في اي نقطه هنا النقطه دي هقول عندها ده الضغط بي انفينيتي على جاما، اما اضيف عليه الكاينتيك هيد والهيد لوس اوصل للتوتال انرجي لاين اللي فوق خالص. اذا معنى كده ايه الفرق بين 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 ده وده ايه؟ ان ده كانت السرعه عنده بتساوي زيرو، بس هنا لا السرعه بتساوي زيرو، فبالتالي ما اقدرش انزل ده لغايه خط الصفر ده في الايه في الريل فلويد، لان السرعه هنا لا يمكن لا يمكن مستحيل انها تكون بتساوي زيرو. تمام يا شباب؟ نتيجه للوسوس دكتور. ايوه لان ده ريل فلويد، فمستحيل يكون عندي استاجنيشن هنا واستاجنيشن هنا. ماشي انا موافق، عشان كده في الريل فلويد ما فرقش. ان انا عند النقطه دي لا حبيبي مش هيبقى عندها استجنيشن، مستحيل. ازاي بس يبقى في استجنيشن في الخلف؟ مش في سيبريشن وفي فريكشن وفي فيسكوزي تشينج في الهواء؟ تمام كده؟ كده عندنا احنا كده عندنا نقطة واحدة بس اللي هي اللي هي اللي أول نقطة بس اللي عند الزيرو. هي دي بس النقطة عند الزيرو، لكن مستحيل هنا يكون زيرو في الريل فلويد. يبقى هنا السرعة بتساوي زيرو اللي هي دي، لكن هنا لا يا حبيبي ده المسافة ما بين التوتال انرجي لاين اللي هو الجديد بقى اللي هو نزل عن القديم بمقدار الهيد لوس، لأن أنا بتكلم على ريل فلويد، وتبقى المسافة من الهيدروليك للتوتال انرجي لاين هي اللي بتمثل إيه يا شباب؟ الكينيتيك هيد. شوف أنا بتكلم ببطء إزاي؟ لأن أنا هدفي إنكم تفهموا ما تحفظوش. كل حاجة واضحة. طب الحمد لله الله يكرمك. بص بقى كده نقوم نعمل ايه بقى؟ اذا فاكرين الشكل الحلو ده، الشكل الحلو ده وكاننا قاعدين في جنينه عندنا ورد، يبقى البريشر ديستريبيوشن ايه ده؟ ايه الشكل الحلو ده؟ ده ظريف جدا، ورده حلوه دي، اليمين قد اليمين والشمال. اما لما يبقى ريل فلويد هخضكم بقى. بص بقى لما يبقى ريل فلويد ايه ده؟ ريل خلي بالك ما بتلفش ما بتلفش، وفي ريل فلويد يبقى مستحيل يكون الديستريبيوشن كده. امال هيكون شكله ازاي؟ اهو ما تتخضوش من الصوره، صوره مقززه اهي اهي. ايه يا دكتور ده؟ دليل فلويد. ليه ما فيش ليفت؟ لانها ما بتدورش، بس في دراج بقى. ليه؟ لان الشكل الخلفي ما هو اصبح ريل فلويد، ما احنا شفنا الديستريبيوشن بتاع الهيدروليك جريدينت لاين والتوتال انرجي لانها متنيل خالص، الشكل عامل كده. اذا انا ما عنديش هنا مينيمم فيلوستي زي دي، وبالتالي عندي ماكسيمم بريشر. يبقى انت عندك، شوف انا كده فهمت، يبقى انت عندك هنا مش ماكسيمم مش مينيمم فيلوستي زي ده. ما دامت مش مينيمم فيلوستي يبقى الفيلوستي كونسيدرابل والبريشر، يبقى بذمتك كده في مش البريشر هنا هيبقى اكتر من هنا، يبقى في دراج. ليه البريشر اكتر من هنا؟ لان هنا كان الفلوستي زيرو فكل الطاقه عندك بقت بريشر، لكن هنا الفلوستي مش زيرو ليها قيمه اهي، فبالتالي البريشر قل. بدل ما نشوف البريشر هنا قد ايه والبريشر هنا قد ايه، يبقى لازم يكون في دراج، يبقى لازم يكون في دراج. اذا طالما ان انا بتكلم على نون روتيتنج يعني مفيش ليفت، بس ريل فلويد لا يا حبيبي يبقى في دراج. والدراج ده جه منين؟ لان السرعه هنا في البدايه بتساوي زيرو، يبقى البريشر ماكسيمم. طب والسرعه هنا ما قلتش انها بتساوي زيرو، ما دام السرعه مش بتساوي زيرو يبقى الضغط هنا قل، عشان يبقى مجموعهم ثابت. ما دام الضغط هنا قل والضغط هنا ماكسيمم يبقى في دراج بهذا الشكل. يبقى always كلمة always ديت يعني على طول، انت عندك drag for any real fluid
بس يا ترى عندك ليفت ولا مفيش؟ ده يعتمد على ايه؟ يعتمد على ان الجسم ده بيلف ولا ما بيلفش. ده يدخلنا لحاجه اسمها السيركيوليشن، التدوير. يعني خلي بالك انا بجهزك عشان ندخل في الاكسل كومبريسور بتاع الجيت انجن، وعشان تفهمه لازم تفهم الكلام ده. شوف انا بادي من الصفر عشان اوصلك في النهايه للنظريه بتاعت الاكسل كومبريسور، اللي هتبقى بالنسبه لك ولا حاجه تفهمها بسهوله. بس لو فهمت ده، كلمه تدوير معناها ايه؟ يعني ايه تدوير؟ يعني انا عندي فلو ماشي اسمه ايه؟ اسمه في انفينيتي. فلو ماشي اسمه في انفينيتي اهو زي كده. ورحت عملت ايه في الفلو اللي ماشي ده؟ تخيلت كده بالقلم ان انا عندي certain circular movement، مش لازم تبقى circular، يعني cyclic movement. يعني انا خدت كده contour في الفلود، خدت اي contour. بص كده انا بتكلم على ايه؟ عندي في فلو ماشي بصورة اسمها V infinity، خدت اي contour فيه. يعني ايه اي contour؟ ما توضح يا دكتور. اقصد contour يعني ايه؟ انا زي ما انا ابتديت معاك اول الصفحه، اديتك رسمه غريبه كده عشان اخضك، وفعلا نجحت ان انا اخضك. ايه ده اللي انت رسمه ده؟ ده اي جسم عشان يوصلني بعد كده الدايره. طب ما هنا ايه اللي انت عملته ده بقى يا دكتور؟ ان انا رحت عامل ايه؟ رحت واخد اي كونتور عشان اوصله للدايره بعد كده. فما تسالنيش ايه الشكل ده، انا ما اعرفش ده اي كونتور. كونتور معناه ايه؟ يعني very close to a cylinder، يعني حاجة تبتدي تلف 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 أي شكل لغاية لما توصل نفس الطريقة نفس النقطة. خدت element فيها اسمه دلتا L، والفلوستي اللي هي tangent للموفمنت دي سميتها VL. فمفهوم السيركوليشن انه بيقول لك لو خدت element صغير في closed cycle، انا مش بقول دايره، كلوزد سايكل ايا كانت، وتضربه في السرعه اللي تانجنت له، ده اسمه التدوير. يبقى ما معنى التدوير؟ هو حاصل ضرب السرعه بتاعه الاليمنت اللي طوله دلتا ال في هذا الطول. يبقى لما اخد الفي ال دي اضربها في الحته الصغيره دي، ده بنسميه سيركوليشن. سو وات داز ات مين باي سيركوليشن؟ حاجه كده عاملة زي الجي الجاذبية، بوحدته طول في مسافة. لما أضرب طول في مسافة يديني متر سكوير بير سكند. So what's the definition of a circulation؟ إن أنا باخد كونتور في flowing fluid، باخد فيه element صغير، والelement ده له طول اسمه دلتا L وله سرعة اسمها VL. أما أضرب الاثنين في بعض وأعمل له integration على الكونتور ده يديني ما يسمى بالcirculation. لسه يا دكتور انا مش فاهم شويه، ممكن توضح اكتر؟ حاضر. بص بقى، انا هحول الكونتور ده لاسطوانه، اظن الاسطوانه دي زي الفل، قطرها ثابت، قطرها اسمه ايه؟ اسمه سمول. هدورها بسرعه اسمها ايه؟ اوميجا راديان بير سكند. انتوا معايا يا شباب؟ معايا؟ تمام يا دكتور. معاك يا دكتور. عظيم، بحب اطمن بس. شوف، انسوا خالص 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 ان دي مش محاضره، احنا بندردش مع بعض كده. يعني وانا بدردش معاكم جنبي كابوتشينو بشرب، اشربوا انتوا برضه بنتسلى. ادي اسطوانه نص قطرها ايه؟ وبتدور بسرعه زاويه اسمها اوميجا، اللي هي ايه؟ راديان بير سكند. طيب حطيت، خلي بالك دي اسطوانه عموديه على الورقه، يعني حطيتها جوه فلويد. اسمع بقى كده، حطيتها جوه فلويد وبلف في الاسطوانه دي بسرعه اوميجا، والفلويد ده ساكن غلبان يا عيني مش بيتحرك. الاسطوانه دي لما تلف هتعمل فورتكس، يعني هتلف في، افرض ان الفلويد ده عباره عن عسل. ليه بتقول عسل؟ مش عشان انا بحب العسل، لا طبعا انا بحبه، بس عشان هو فيسكس. تقوم تبص تلاقي ان العسل المجاور ليك بيلف بسرعه، بعد كده يصح اللي جنبه ستريم لاين، يلف بسرعه يلف بسرعه يلف بسرعه يلف بسرعه. ده اللي احنا بنسميه فري فورتكس. فانا هعمل ايه بقى؟ هقول ان الاسطوانه دي نص قطرها ايه، وبتدور بسرعه زاويه اسمها اوميجا راديان بير سكند، وهاخد اي ستريم لاين من البعيد عنها بتاع العسل ده،
اخد عنده نقطة معينة، والنقطة دي طبعا سرعة الاسطوانة هسميها في بي، الفي بي اللي هي اوميجا ار اللي هي اوميجا في الريديس، يعني ما حضراتكم عارفين السرعة الخطية بتاعت السرعة الدورانية اللي هي باي دي ان على 60، يعني كأن انا بقول اوميجا في الريديس. طب والسرعة اللي هنا، حد قال ان السرعة دي بتساوي السرعة دي؟ لا ما حدش قال كده، بس اللي انا اؤكده لك ان السيركوليشن اللي احنا بنحسبه لو حصل ضرب الفي في الدي ال اسمه السيركوليشن، انك لو خدت اي راديوس هنا اسمه ار ضربته في السرعه اللي عند هذا الراديوس ده هيتساوى مع سرعه الاسطوانه في الراديوس بتاعها، لان ده اسمه السيركوليشن. يعني ايه؟ في ار لا تساوي الفي بي. لكن كلمه فري فورتكس معناها ايه؟ معناها السيركوليشن اللي جاي من الاسطوانه اللي بتلف بسرعه اوميجا، ان في ار في الريدس بتاعها بيساوي في 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 الريدس بتاعها بيساوي السرعه هنا في الريدس بتاعها بيساوي السرعه هنا في الريدس بتاعها وهكذا. يبقى كان الفي ار في بتساوي في الار بتساوي كونستنت، يساوي في 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 بي اللي هي سرعه الاسطوانه في الريدس بتاع الاسطوانه. طب والحته الصغيره دي اللي انا واخدها بزاويه اسمها دلتا سيتا، دي اسمها ايه؟ اسمها دلتا ال. الدلتا ال دي بتساوي ايه في دي سيتا؟ لا يا دكتور ما تضحكش علينا، ده قوس، ما تقوليش بقى تضحك علينا فاحنا ملوك الرياضيات تقول لنا الدلتا ال بيساوي ايه في الدي سيتا. معلش سامحوني يا جماعه، لان انا هاخد الدلتا سيتا دي اسمها ايه؟ فيري تايني انجل. فلما دي تبقى فيري تايني انجل يبقى انا ما ضحكتش عليكم، يبقى وكانك تقدر تعتبر القوس ده وكانه خط يعني. فاصبح الدي ال دي بتساوي الايه في الدي سيتا. طيب كويس جدا، يبقى معنى كده ايه؟ انا قلت لك ان السيركوليشن بتساوي السرعه في الـ في الـ في الطول. يعني انا لو خدت هنا اليمنت اسمه دي ال والسرعه اللي عنده مسميها في ال، اعمل انتجريشن ليهم انا جبت السيركوليشن. طيب كويس جدا، طب هي السرعه بتاعت الاسطوانه دي والله العظيم ثابته، لان انا بدورها بموتور سرعته ثابته، وحضراتكم عارفين في كي جي 1 اللي لما حاجه تكون ثابته اخرجها بره الانتجريشن. يبقى اتفضل لي ايه الدي ال؟ طب ما الدي ال بتساوي ايه دي سيتا يا جماعه، وكمان الايه ابسطه ده رقم ثابت يطلع بره الانتجريشن، كان الجاما بتساوي في 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 الايه، وبعمل انتجريشن الدلتا سيتا. طب ما الانتجريشن بتاع الدلتا سيتا اللي خدناه في النيرسري زمان في الحضانه، ان لما يكون انتجريشن بتاع دايره 360 درجه يبقى الانتجريشن بتاع الدلتا سيتا كله بيساوي 2 باي. يبقى كان السيركوليشن بيساوي الفي بي في الايه في 2 باي. ايه ده السيركوليشن طلع بيساوي كده؟ اه. طب وكمان ادي الاثنين وادي الباي، انا غلبان اهو، ادي الاثنين والباي 2 باي، وادي الايه وادي الايه، وشلت الفي حطيتها اوميجا ايه، مش احنا مش السرعه الخطيه بتساوي اوميجا في الراديوس بس. اه يبقى السيركوليشن بيساوي 2 باي في اوميجا في ايه سكوير. اه متشكرين جدا. يبقى لما اسطوانه بتلف في فلويد والاسطوانه دي بتلف بسرعه اوميجا، يبقى انتوا قيمه سيركوليشن بتساوي 2 باي في اوميجا في سرعه في في في, في الريديوس بتاع الاسطوانه سكوير، وده احنا اثبتناه اهو 2 باي في اوميجا في اي سكوير. الله. طب اف جاما دي اللي هي السيركوليشن ده بيساوي زيرو، معناها ان ده نو سيركوليشن، معناها ان الروتيشنال فلو. يبقى يعني ايه الروتيشنال فلو؟ يعني فلويد ما بيلفش، ما دام ما بيلفش يبقى الجاما دي بتساوي زيرو. طب لكن لو في سيركيولاتري موشن، يعني انت بتلف في العسل بتعمل خلط في الصرف الصحي، بيحطوا ميكسر بيحطوه عشان يقعد يلف في الصرف الصحي ده فيساعد في دخول الاكسجين فبالتالي يحسنه، انت بتعمل عصير كوكتيل فبتعمله في مصنع فهي عنده كونتينرز ضخمه عاوز يقلب، فبيحط اسطوانه في النص تقعد تقلب تقلب تقلب، يبقى في سيركوليشن، يبقى ده اسمه روتيشنال فلو. انما لو ما فيش روتيشن يبقى اسمه الروتيشنال فلو، يبقى ما فيش سيركوليشن، لا يمكن يكون عندك سيركوليشن الا لما يكون في روتيشنال فلو. يبقى معنى كده ايه بقى؟
نرجع تاني للاسطوانه دكتور. الاسطوانه ايوه فندم. بعد اذن حضرتك ممكن نطلع بس فوق لحظه تاني كده. نطلع فوق فين يعني؟ انا اقوم وانا ولا اعمل ايه؟ لا 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 نطلع فوق تاني. لو عايزنا اقوم يعني اقعد في حته عاليه شويه. طيب حاضر تحت امرك اهو. ايوه بس انا عايز اعرف بس ازاي السرعه بتاعت الفي ار في الريديوس تساوي بالفي بي في الايه. بص يا باشا اقول لك انا حاجه ظريفه جدا. انت عندك احد حلين، يا اما تيجي على كل خط من دول كل حته عسلية كده كل مسار العسل تاخدها وتقعد تدورها 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 تدورها. لا يا حبيبي انا مش هعمل كده، انا هعمل فري فورتكس. يعني ايه فري فورتكس؟ يعني انا العسل ده افرض ان هو عباره عن 5000 خط كده ورا بعض. فانا بعمل ايه؟ بدور الاسطوانه دي، بيبقى اصبح ان الخطوط دي بتدور بسرعه جايه من الفري فورتكس. ليه؟ لان اللي دور دي مش ان حضرتك ماسك حبل وعمال تشده، لا انت دور دي انك انت دورت الاسطوانه، فده اسمه فري فورتكس. الفري فورتكس من مواصفاته انك ما بتاخدش كل حبل وبتدوره، انه الفي ار في الار بيساوي الفي في البي. مش معنى كده ان السرعه هنا قد السرعه هنا، لا، لكن الحاجه اللي اكيد في الفري فورتكس انه السيركوليشن اللي بيحصل بيكون متساوي. سيركوليشن معناه ايه؟ معناه حصل ضرب السرعه في الريديس ده، يعني السرعه ده بتاعت الخط ده في الريديس بتاعه هنا السرعه هنا. ليه؟ لان ده فري فورتكس. طب افرض ان هو مش فري فورتكس، معناه ايه؟ معناه ان حضرتك رحت واخد ده ورحت شده انت بحبل وزودته بسرعه، يبقى الفي ار في الار لا تساوي الفي بي في الايه. لكن مواصفات الفري فورتكس يا جماعه ان دايما حاصل ضرب السرعه في الريديوس طالما ان الستريم لاين ده بيتحرك فري. يعني ايه فري؟ هتقول لي طب انا دورته باسطوانه. لا يا حبيبي، انت دورته باسطوانه مين؟ الفلو اللي حواليه، بس اللي بعده خد الحركه من اللي قبله واللي بعده خرج الحركه من قبله، وهو اللي اسمه الفري فورتكس. تمام. يبقى من مواصفاته ان حصل ضرب الاثنين بيكون ثابت. اسمع بقى. معلش يا دكتور، معلش يا دكتور، عشان أأكد الحتة دي في دماغي. يعني هو التأثير ده أنا ببدأ أحسبه لما أوصل للي هي السرعات اللي بعد الباوندري لير. يعني هو جوه الباوندري بيكون فيه جريدينت للسرعات، أنا أيوة. ببدأ أخد التأثير ده من بعد الباوندري؟ طبعا طبعا، لأن أنا لما أتكلم على أنا لسه بقول لك كونتينر بتاع صرف صحي أو كونتينر زي شركة فرجلة اللي هو جوهينا اللي بيعملوا عصاير والبان، هو عاوز يقلبها. فاذا انت بعيد عن الباوندري ليه خالص، انت مالكش لا علاقه بيها، ده انت بعيد عنها خالص، لانك انت بتتكلم على الجدار كمان بتاع الخزان ده. انا عاوز اقول لك على حاجه بس ممكن ما تتخضش مني. اتفضل. عارف الكونتينر ده لو انا من كتر الدوران بتاع العمود ده، بس ما تتخضش، الكونتينر هيلف معايا كمان. وانا بس يعني في الحقيقه بسمح له ان هو يلف، ولا بكون مثبت البيز بتاعته بحيث ما يلف؟ هقول لك بقى الحاجه، انت دخلت في نقطه حرجه جدا. بص انا طبعا الكونتينر لازم اكون مثبته عشان ما يلفش. تمام. بس انا بحتاجه يلف امتى بقى؟ في الهيدروليك كابلنج. في ايه يا دكتور؟ الهيدروليك كابلنج. تمام. انت لماح، فانت تستاهل ان انا اكمل معك. هقول لك بقى ايه اللي يحصل. يعني ايه هيدروليك كابلينج اصلا؟ عامله يعني زي الكلاتشات كده اللي بتكون متعشقه مع بعض. ايوه، بس انا عاوز اعمل ايه يا شباب؟ عاوز اخلي الموتور اللي خارج بيدرف بسرعه ده على ما يدور المضخه ياخد وقت. ليه؟ ده اللي حتى بيسموه سوفت ستارتر. يعني ايه سوفت ستارتر؟ يعني انا مش عاوز الموتور يروح يدور المضخه على طول، لا، انا عاوز الموتور يبتدي يدور 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 والمضخه نايمه، عالم الموتور ياخد سرعته ويسحب الكرن بتاعه يبتدي يصحي المضخه لانهم هتقيل. عالم المضخه تبتدي تدور يكون الموتور الحمد لله استريح وفطر وشبع وكل حاجه ووصل للنورمال اوبريتنج كونديشنز بتاعته، وبالتالي يبقى الكرن ما يبقاش عالي. وده اللي بيسموه الهيدروليك كابلنج. بمعنى ايه يا باشمهندس؟ تخيل ده هو العمود بتاع الموتور وده العمود بتاع المضخه، ماشي؟ تمام. فانا بدور العمود بتاع الموتور، يوم يعمل ايه؟ يوم يغير يعمل سيركوليشن للزيت ده والمضخه لسه نايمه سهرانه طول النايم، يبتدي بقى ايه؟ وده بيلف وده بيلف وبيلف، يوم ياخد بقى ايه الستريم لاين ده يلففه،
وبعد شويه ده ياخد ده يلففه ده يخف بعد كده المضخه بقى مش عارفه تنمي الازعاج تضطر بقى ايه تبتدي تشتغل. يبقى انت عملت ايه بقى في الحاله دي؟ يبقى انا مش عاوز اوقف الكونتينر. الكونتينر ده هو بالنسبه لي هو عباره عن ايه؟ اللي هو عباره عن الشافت بتاع المضخه. تمام. هو كده برضو اللي هو انا بحاول احافظ على الموتور بحيث ان لو اللود زاد على البامب مثلا ما يحصلوش ان هو يحصل له فيلير لان اللود عالي. ما هو هو كده كده الموتور هيدور المضخه بس انا بطول الريتينشن تايم. ليه؟ عشان الموتور ساعه لما يجي يشتغل ما يبقاش عليه الحمل كبير ويبقى بس مطلوب منه ان هو يدور الزيت اللي جنبه اللي حضنه. تمام. ولما الزيت اللي حضنه ده يبتدي يدور لسه الترومبه نايمه يبتدي الزيت بقى ياخد انيرشيا يبتدي يدور اللي جنبه يدور اللي جنبه يدور اللي جنبه لغايه لما مضخه بقى من الازعاج الفظيع والاصوات العاليه تبتدي تلف. تمام. العفو يا فندم. ايه بقى اللي انا كسبته؟ كسبت ايه بقى؟ كسبت زمن لغايه الموتور ياخد الستارتنج والمضخه اصحى. انا بعتذر على الامثله واللغه اللي انا بستخدمها صحيت ونامت وكده بس انتوا فاهميني طبعا قصدي ايه. اكيد طبعا دكتور فهمتوا. طيب يبقى انا وصلت للمطلوب. هو ده اللي انا بسميه ايه؟ يبقى انا وصلت ان الاستريكشن بساوي 2 باي في اوميجا في اي سكوير. خلي بالك بقى المفاجاه اجي ادور الاسطوانه ما دام في ليفت فورس يبقى الاسطوانه دارت. لو انا هبتدي هدورها بقى هنا هيقابلنا مشكله ان الفلو جاي من هنا بسرعه اسمها في انفينيتي. خلي بالكم بقى مشكله ده خبر غير سعيد. خلي بالكم الفلو اللي جاي من هنا ماشي بسرعه اسمها في انفينيتي يخبط في الاسطوانه. اوبا لا الاسطوانه دي طبعا كده كده في دراج لان انا بتكلم على الريل كيس. لكن لا الاسطوانه دي بتلف هيقوم نقطه الاستجنيشن مش هتبقى هنا هتنزل لتحت. طب وايه اللي نزلها لتحت؟ والله يا اخي انت السبب انك ده. ولو الاسطوانه دي كانت سرعتها زيرو كنت هتلاقي الاستجنيشن هنا بس حضرتك ما قدرتش تتحمل وابتديت تدور الاسطوانه. فلما تدور الاسطوانه لا يمكن تكون نقطه الاستجنيشن هنا. هتلاقي نص استجنيشن تنزل لتحت. الله ايه ده؟ ده احنا نشتغل ترزيه بقى. يعني انا لو عاوز استجنيشن احطها هنا اوقف الاسطوانه. طب عاوز استجنيشن تنزل تحت دور الاسطوانه. عاوز استجنيشن تنزل تحت سرع من الاسطوانه ايه ده؟ ده تفصيل بقى. ده انا بفصل بدله. ده انا ممكن احط الاستجنيشن في النقطه اللي انا عاوزها. واحد فيكم هيسالني انا مش فاهم انت بتاخدنا في دوكه بتقول لنا طب انت ليه عاوز تنزل الاستجنيشن تحت؟ علشان افصل بدله البس. يعني ايه افصل بدله البس؟ يعني احط الماكسيمم بريشر في النقطه اللي انا عاوزها. يا سلام على الحلاوه. ده انا نزلت استجنيشن كان هنا كان عندي ماكسيمم بريشر فاكرين؟ طب انا لما نزلت استجنيشن بقت النقطه دي عندها الماكسيمم بريشر. طب انا بقى بعد اذنكم بقى انا عاوز اوبن بوفيه اختار الاكل اللي انا عاوزه. انا عاوز الماكسيمم بريشر هنا. يا سلام زود سرعه دوران الاسطوانه هتلاقي الاستجنيشن راح نازل هنا. يبقى انا اقدر اتحكم في النقطه اللي عندها استجنيشن بسرعه دوران الاسطوانه. ده بس كلام كده. طب تعالى ننفذه بقى. اقول لك بمنتهى البساطه إيه انا بقول دلوقتي السرعه فاكرين قبل كده قلنا بتساوي 2 في ساين سيتا. لا يا حبيبي ده لما كانت الاسطوانه ثابته بس دلوقتي الاسطوانه بتلف. ما دامت الاسطوانه بتلف يبقى لازم تضيف لها سرعه خطيه. ما هو ده كله سرعه خطيه. انا كنت قلت قبل كده في اس سيتا بتساوي 2 في انفينيتي ساين سيتا. امال ليه انت اضفت ده يا دكتور؟ انت هتتعبنا ليه؟ اقول لك لان انا قلت انها روتيتنج سلندر. يبقى الفي اس سيتا بتساوي 2 في انفينيتي ساين سيتا زائد في بي والفي دي بتساوي اوميجا ار زي ما خدنا في كي جي 1. طيب يبقى ما تنساش دي ما دام دي روتيتنج سلندر. ما تقوليش 2 في انفينيتي ساين سيتا يا راجل انا ما بقتش عندي الاستجنيشن يبقى الاستجنيشن بتاعها. طيب عشان اجيب الاستجنيشن بوينت هم اعمل ايه؟ النقطه عندها اسمها المعادله دي صح اهي. حد معترض؟ قولوا لي لو حد معترض نطخ على طول. حد معترض انا دي؟ لا تمام يا دكتور. الحمد لله. طيب طب فين الاستجنيشن؟ مش عارف. لو استجنيشن معناه سرعه بتساوي زيرو يبقى خد المعادله دي وساويها بزيرو يبقى 2 في انفينيتي ساين سيتا زائد في بي بتساوي زيرو. يبقى ساين سيتا بتساوي ايه؟
ناقص الفي بي على 2 في انفينيتي. مش احنا خدنا الكلام ده في كي جي 1، انتم ملوك الرياضيات وانتم المخترعين. يبقى 2 في انفينيتي ساين ثيتا زائد في بي بتساوي زيرو، يبقى ساين ثيتا بتساوي ايه؟ ناقص في بي على 2 في انفينيتي. ايه ده بقى؟ يبقى اوبن بوفيه، تحبوا تاكلوا ايه؟ اهو يلا يا جماعه. حضرتك المعادله دي اللي بتجيب لي النقطه اللي عندها الاستجنيشن، اللي عندها السرعه بتساوي زيرو. طيب بص بقى كده، اكبر قيمه الفي بي على الفي تي هي 2. ليه؟ لان انا مقسم 2 على تي دي ناقص 1، وحضرتك عارف وخدت في كي جي 1 ان الساين ثيتا اقل من او تساوي 1. ده ظريفه جدا. يبقى انا اقدر ازود هنا الاستجنيشن بتساوي زيرو، الاستجنيشن بتساوي زيرو، يعني السرعه هنا بتساوي زيرو. يبقى انا اقدر اغير نقطه الاستجنيشن اوبن بوفيه واغيرها في النقطه اللي ان شاء الله يا رب اوصلها هنا بتغيير سرعه الاسطوانه. يعني اقدر اقول لك ايه؟ اكبر قيمه الفي بي على في انفينيتي بتساوي 2، لان الساين ثيتا اقل من او تساوي 1. يبقى انا اقدر احط في المعادله دي واغير واشوف الاستجنيشن تكون فين. قال لك بقى لو خليت الفي بي دي اي قيمه، يعني هنا مع اكبر قيمه هي بتساوي 2، ممكن اخلي الاستجنيشن هنا 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 هنا. لو في بي بتساوي 2، يعني دورت سرعه الاسطوانه عند 2 سرعه الهواء، هيطلع في بي بيساوي 2 في انفينيتي، 2 هتروح مع 2 في انفينيتي هتروح مع انفينيتي، يبقى ساين ثيتا بتساوي 1. يبقى دي هتقع هنا عند الزاويه الكام؟ ال 270 عندها الفي بي. يعني حضرتك شوف بقى المفاجاه، خلوها السر ما تقولهاش لحد. لو فضلت تزود سرعه دوران الاسطوانه حتى تصل الى 2 سرعه الفلو بتاع الهواء، خد المفاجاه بقى، جاهزين؟ هتوصل استجنيشن عند النقطة دي. ايه ده؟ ده اوبن بوفيه بقى. طب لو قللتها عن في بي، قللتها عن 2 في انفينيتي هتبقى هنا. قللت. طب لو خليت الفي بي بتساوي زيرو، هيطلع كل الكلام ده بيساوي زيرو، يبقى ساين ثيتا بتساوي زيرو اللي هي عند الزاوية كام؟ زيرو. إذا من المعادلة دي أنا أقدر أغير نقطة الاستجنيشن اوبن بوفيه، اختار فصل بقى، اشتغلوا ترزية. حط الاستجنيشن، حط هنا. لو انا عاوز اخلي وانا لو زودتها بقى عن اكتر من 2 سرعه الهواء الا يا سلام عليك. ده انت 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 بتعزف؟ انت موسيقار صح؟ لا والله بس نفسي. انت اسمك ايه؟ عمرو. اصل السؤال ده معناه انك انت موسيقار. اكيد انت موسيقار ومخبي صح؟ انت بتعزف اكيد، اكيد معاك جيتار ولا اللي انت بتقوله ده دي سيمفونيه. طيب هجاوب عليك ازاي بقى يا عازف؟ انت اكيد بتعزف. بص يا باشا، لو انا خليت الفي بي بتساوي زيرو، هيبقى الاستجنيشن فين هنا؟ كل ما بزود الفي بي تفضل تمشي لغايه لما الفي بي تساوي 2 انفينيتي توصل هنا. طب لو خليت الفي اكبر من 2 انفينيتي، هيبقى عندك استجنيشن بوينت بس في ريزرفوار اهي بره. يبقى مش هيبقى عندك نقطه على سطح الاسطوانه، الاسطوانه عندها بتساوي زيرو. ليه؟ لان دي نوت ابليكابل، يبقى هتبقى سموير خارج جسم الاسطوانه. يبقى اف في بي اكبر من 2 في انفينيتي، انا عندي استجنيشن بوينت سموير في ريزرفوار بس اوتسايد الاسطوانه. بس بعد هنا في بي بتساوي 2، هنا اقل هنا الفي بي بتساوي زيرو. بس السؤال هو انت ليه حطيتها بره كده؟ ليه زودت سرعه الاسطوانه على في انفينيتي؟ معناها ان الاستجنيشن بره، استجنيشن دي النقطة اللي عندها الماكس، يبقى الماكسيمم بريشر بره الاسطوانة. سموير فين؟ ما اعرفش. لأن في دي ممكن تبقى 3 4 5 6 7 8، يبقى هي بقت بره. ولذلك لما أجي أنا أحسبها، أحسبها إزاي؟ أقول إيه؟ بص كده يا باشمهندس عشان نعرف نرسم البريشر ديستريبيوشن، هو ده الهدف. أقول لك إيه؟ هو إحنا نعرف غيره برنولي ده؟ إحنا من غيره ولا حاجة. يبقى بي إنفينيتي زائد رو في سكوير على 2 بتاعت الهواء اللي جاي، الغلبان ده اللي لسه مش عارف مصيره الا لما يدخل الاسطوانه، بيساوي ايه؟ البريشر هيد والكاينتيك هيد. بس الكاينتيك هيد انا في المره اللي فاتت كنت قلت رو على 2 في الفي ساين ثيتا اللي هي 2 في انفينيتي ساين ثيتا. لا يا حبيبي، انت هنا دورت الاسطوانه، ما تضحكش عليا.
يبقى رو على 2 في 2 في انفينيتي ساين ثيتا زائد في بي سكوير. ما بلاش الحاجات دي كده صعب عليا الدنيا يا دكتور، خليها العمليه سهله خلاص، نخليها دايمنشنلس. الدايمنشن ازاي؟ يبقى بي اس ثيتا اللي هي باسكال نطرحها من بي ثيتا ونقسمها على رو على 2 في في انفينيتي. طبعا انتم ملوك الرياضيات، انتم المخترعينها. يبقى بي اس ثيتا اهي ناقص بي انفينيتي مقسوم على رو على 2 في سكوير، خلاص يبقى هنا واحد، هذه الواحده اهو ناقص. ازاي بقى اخدت في انفينيتي من هنا يا دكتور؟ طبعا لا، انتم مش انتم مش تجاره، انتم هندسه. هاخد الفي انفينيتي مشترك اللي انا طلعتها بره، هتطلع من هنا زي ما هي، بس ده هيطلع منه في انفينيتي واحده. والرو على 2 فين؟ ما انا حطيتها هنا. طب والرو على 2 في سكوير ما انا حطيتها بدلها واحد، يبقى السي بي هيساوي ايه؟ واحد ناقص اتنين ساين ثيتا بلس في بي على في انفينيتي سكوير. اوبا، ده اللي فاتت كانت اسهل يا دكتور. ايوه، ما انت متعب، ما انتوا حطيتوا لنا اسطوانه بتلف تعبتوني. طب ما كنتوا تخلوا اسطوانه ثابته كنت احط الفي بزيرو. يبقى واحد ناقص اربعة ساين سكوير ثيتا زي ما احنا رسمناه والدنيا سهله واحنا بنشرب كابوتشينو والدنيا حلوه، بس انك من هنا دورت الاسطوانه بقى دي عندي هنا في بي وعندي في انفينيتي، يبقى واحد ناقص اتنين ساين ثيتا زائد في بي على في انفينيتي سكوير. طيب يلا ارسم بقى، على نرسم بريشر ديستريبيوشن. ما انا هعملها ازاي بقى؟ ابسط حاجه ان انا اعملها هي نفس الفكره اللي فاتت. فين النقطه اللي عندها السي بي بزيرو اللي هو البريشر يعني بيساوي زيرو؟ خلاص يا سيدي تنزعلان ليه؟ سوي ده بالزيرو. يبقى واحد ناقص اتنين ساين ثيتا زائد بلس في بي على في انفينيتي سكوير بيساوي زيرو. اهي دي معناها ايه؟ انتوا طبعا اللي اخترعتوا الرياضه. يبقى ودي الواحد الناحيه الثانيه، يبقى 2 ساين ثيتا زائد في بي على انفينيتي سكوير بيساوي 1. يبقى 2 ساين ثيتا زائد في بي على انفينيتي بيساوي بلس وماينس 1. يبقى معنى كده عندي هنا اربع نقاط اهي. بص بقى، ايه ده يا دكتور، ده الحبر وقع منك ولا ايه؟ لا والله الحبر ما وقعش ولا حاجه، ده هتطلع كده. هلاقي عندي أربع نقط، أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة، عندهم السي بيساوي زيرو. جبت الكلام ده منين؟ أقول لك، ما هو أنا ما هو اثنين ساين ثيتا زائد في على في انفينيتي بيساوي بلس أور ماينس 1. عوض كده بالساين ثيتا مع أي في بي ثابتة، بس ما تكونش أكبر من في انفينيتي. أقولها تاني، معادلة هايفة كده بيحلوها الطلبة في كي جي 1، بسيطة جدا. بس حضرتك حط اي قيمه في بي ثابته تكون اقل من في انفينيتي، يعني رقم كده ظريف يعني، وعوض بساين ثيتا. هتلاقي، بص بقى المفاجاه، هتلاقي النقطه دي زيرو ودي زيرو ودي زيرو ودي زيرو. خلي بالك دي اسمها روتيتنج سلندر، دي زيرو 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 زيرو. بس خلي بالك، ركز بقى معايا، هنا ده بوزيتيف وده بوزيتيف وده نيجاتيف وده نيجاتيف، بس النيجاتيف هنا اكتر من النيجاتيف هنا، يبقى في عندي ليفت فورس لفوق. ده ايه الحلاوه دي؟ يبقى انا لما دورت الاسطوانه نتج عندي، طب ما رضيت ام لم ترضى؟ طالما دورتها حصل في فرق في الضغط. طب انت هتعرف الكلام ده منين؟ يا سيدي ريح نفسك، حط ثيتا بواحد باثنين لغايه لما توصل ل 360، هتلاقي في نقطه هنا وفي نقطه هنا وفي نقطه هنا وفي نقطه هنا عندها الاصفار. عاوز تجيب النقط دي ماشي حطها. ان انا نفس الكلام، ما هو في اربع نقط، فاضل الكلام ده وسويه بالزيرو. بس احنا طبعا احنا مش حصه رياضيات دي، احنا تربو ماشينز. ما انا ممكن اعمل الكلام ده يبقى خلاص نروح ندرس الرياضيات ونقفل التربو ماشينز. لا، انا عندي معادله هايفه كده خدناها في كي جي 1 زمان. المعادلة اللي بتقول 2 ساين ثيتا زائد في بي على في انفينيتي بيساوي بلس او ماينس 1، فاضلها وساويها بالزيرو، فاضلها وساويها بالزيرو، هيطلع لك اربع نقط، دي ودي ودي ودي. بلاش يا سيدي اتفضل، حط الزاويه تغيرها من الزيرو، هيطلع لك الشكل ده، هيطلع لك شكل ان ده بوزيتيف وده بوزيتيف وده نيجاتيف وده نيجاتيف. بس البوزيتيف ده غير البوزيتيف ده، النيجاتيف ده غير النيجاتيف ده. انا بميز النيجاتيف من البوزيتيف ازاي؟ في اتجاه السهم، يعني السهم النيجاتيف بيطلع لفوق والسهم البوزيتيف داخل لتحت. ما تقوليش ده قد ده، لا ده مش قد ده، ده في نيجاتيف اكتر من ده. خلي بالك انا بقول نيجاتيف اكتر معناه بريشر اقل، نيجاتيف النيجاتيف اكتر يعني اهو ده اكتر من ده،
يبقى يعمل لك ليفت فورس كده. يبقى دي ايه دي الرسمه؟ بص نرجع للرسمه الشيك الاول الظريفه دي اللي هي رسمه لابسه بدله فرح دي. بص البدله دي ايه رايكم في البدله دي؟ شيك مش كده؟ اهي عباره عن ورده اللي فوق زي اللي تحت واللي جنب يعني ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة واحد بواحد والدنيا زي الفل، مفيش لا ليفت ولا في دراج. ايديال. يعني بقى في الرسمه اللي تحت، بص بقى في الرسمه اللي تحت انزل كده، ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده الدنيا باظت خالص. ده بقى عندي هنا في ايه؟ في في نقطة عندها زيرو بريشر هنا، وفي نقطة عندها زيرو بريشر هنا، في ده بريشر، ده توزيع البريشر مش توزيع السرعة. يبقى معنى كده النقطة دي زيرو بريشر يبقى ماكسيمم فلوست. زيرو بريشر ماكسيمم فلوست. زيرو بريشر ماكسيمم فلوست. أمال فين الاستجنيشن؟ ما هو الاستجنيشن ده هجيبه ازاي؟ اللي أنا حطيته لك هنا ده. استجنيشن، ما أنا قلت لك هنا في استجنيشن، أما جبت الاستجنيشن دي ازاي؟ قلت لك كنت مغمض. لو وصلت لسرعه بتساوي 2 في انفينيتي غمض عينك الاول واطفي النور وكل حاجه، يبقى النقطه دي هي نقطه الاستجنيشن. لو في بس. طب لو في دي مش ب 2 انفينيتي بقى لما يبقى سام وير فين؟ الله. طب وانت زعلان ليه؟ ما تحط يا اخي السرعه بتساوي زيرو وساعتها يبقى دي نقطه الاستجنيشن اللي عندها الماكسيمم بريشر. الماكسيمم بريشر اللي هو ايه؟ وخلاص ما انا عندي المعادله، عوض وريح نفسك هيطلع لك الاربع ارقام دي. إذا معنى كده إيه؟ تغيير سرعة دوران الأسطوانة هيقلب البريشر ديستريبيوشن على سطحها من نقطة استجنيشن اللي هي النقطة دي لنقاط تانية خالص. ممكن الاستجنيشن يكون هنا اللي عنده الماكسيمم بريشر. أنت لقيت الاستجنيشن هي بدل ماكسيم، يبقى هي دي النيجاتيف الزيرو اللي هي الزيرو الزيرو استجنيشن بوينت. الله يا دكتور بس القيمه ديت عاليه، انت هتتلخبطنا ليه؟ لا يا حبيبي دي مش عاليه، دي نيجاتيف، دي اللي القيمه. يبقى الاستجنيشن كورسبوندنج للماكسيمم بريشر، الاستجنيشن كورسبوندنج للماكسيمم بريشر. امال ده لا يا حبيبي ده نيجاتيف، مش معناه ان ده استجنيشن. امتى نوصل الاستجنيشن بوينت هنا؟ لما تدور الاسطوانه بسرعه بتساوي 2 في انفينيتي. جبت الكلام ده منين؟ ما احنا شفناه اهو، لقينا النسبه اهي وشوفنا النسبه. قلت لك لما توصل لفي بي على في انفينيتي سوري الفي بي بيساوي 2 في انفينيتي، يبقى ساين ثيتا بتساوي كام؟ ناقص 1، يبقى الزاويه هي ال 270. ويبقى كده انا فصلت الاستجنيشن. طب انت ليه بتحط الاستجنيشن هنا؟ عشان اوصل للماكسيمم بريشر. عاوز الاستجنيشن ما هنا اهو، ما انا هنا حطيت النقطه دي عندها ماكسيمم بريشر اهو، ما بقاش ده هو الاستجنيشن. طب انت حاطط الماكسيمم بريشر، انا حر يا اخي اقدر اعرض الاسطوانه لنقطه اللي انا عاوزها فيها الماكسيمم بريشر. ليه؟ عشان اغير من اتجاه ال ليفت فورس، ويبقى الاتجاه ده يعتمد على قيمه الليفت فورس، يعتمد على سرعه دوران الاسطوانه اللي عندها نقطه استجنيشن بوينت بتبقى دايما متغيره. هو في هنا دكتور نقطتين استجنيشن؟ هنا 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 اللي بيحصل بقى ايه؟ ما هو ما انت تيجي تعرف الكلام ده ازاي؟ انا لما باجي برسم الكلام ده بقول لك ايه؟ انا عاوز اشوف النقطه اللي عندها ماكسيمم بريشر. انا عندي هنا في معادله، انا عندي نقطه استجنيشن موجوده هنا عند النقطه دي، بس انت لو قللت الفي بي عند انفينيتي بقى عندي اثنين استجنيشن، واحده الناحيه دي واحده الناحيه دي. طب انت عرفت منين؟ ما انا اديت لك المعادله. كلمة استجنيشن معناها ايه؟ معناها ده بيساوي زيرو. حط ده عندها الاستجنيشن وطلع الثيتا، هتلاقي الثيتا اللي عندك مرة هنا ومرة هنا، يبقى انا عندي نقطتين استجنيشن. بس لما بوصل لـ في بيساوي 2 في انفينيتي يبقى عندي نقطة استجنيشن واحدة بس. صباح الخير يا جماعة ولا مساء الخير. تمام يا دكتور، تمام، شكرا. انت عددكم كام؟ انتوا عددكم كام؟ الحاضرين لغايه دلوقتي ما شاء الله وصل 70. طيب حد عنده اي استفسار؟ هو يا دكتور لما الاستجنيشن تنزل لتحت كده الليفت فورس هيبقى ياخد زاويه صح؟ نعم يا فندم. ليه؟ يعني انا حضرتك نزلت الاستجنيشن تحت عن الهوريزونتال لاين، تمام؟ ايوه ده الماكسيمم بريشر في النقطه دي. خلي بالك في حاجه مهمه جدا، دايما الليفت فورس عمودي على اتجاه الهواء اللي جاي.
دايما الليفت فورس يكون عمودي على اتجاه الهواء اللي جاي. بس هي الفكره في ايه؟ ان انا الليفت فورس هي الاسطوانه معرضه لكذا فورس، يعني في فورس هنا وفي فورس هنا وفي فورس هنا وفي فورس هنا، هي بتلف، بالتالي معرضه لكذا فورس. بس انا دلوقتي الموضوع مش كده، لان الموضوع ان انا بقى عندي في بريشر ديستريبيوشن على سطح الاسطوانه انا مش عارف شكله عامل ازاي. لان ده يعتمد على ايه؟ على السرعه الدورانيه. يعني بص انا عندي في بريشر ديستريبيوشن، بس في منه بوزيتيف وفي منه نيجاتيف، وفي منه بوزيتيف كبير وفي منه بوزيتيف صغير، في منه نيجاتيف كبير في منه نيجاتيف صغير. انا بقى عندي فورس فور شور ليفت فورس، لان الليفت والدراك طبعا موجود. ليه؟ لان في تغير في البريشرز. بس مين يكسب بقى؟ مين يكسب وفي انهي اتجاه؟ ولذلك تكتشف انك لو بتدورها عند سرعه ثابته خلاص يبقى عندك قيمه فورس في اتجاه وقيمه ثابته، انما كل ما بدور وبزود السرعه دي فتجد ان قيمه الليفت فورس ديت هتتغير، ونقطه الاستجنيشن على سطح الاسطوانه هتتغير. بس ما زال في عندي دايما ليفت، والليفت ده قيمته اتجاهه دايما بيكون في اتجاه متعامد على اتجاه الفلو. تمام يا شباب؟ هو نقطه الاستجنيشن عندها الماكسيمم سي بي صح كده؟ نقطه الاستجنيشن ما انت لما تيجي تحسب السي بي خلي بالك ده اسمه ايه؟ دي زيرو بريشر. زيرو بريشر، لكن دي مش معناها استجنيشن. ما هو خلي بالك ده معناها الماكسيمم فيلوسيتي. الماكسيمم بريشر هو اللي عنده المينيمم فيلوسيتي اللي هي الاستجنيشن. ما هو الاثنين عكس بعض يا باشمهندس. ان لما يكون عندي يعني ده كده ماكسيمم سي بي هو نقطه الاستجنيشن بالظبط كده. طب بالزبط. انا بعد طب دلوقتي لو انا اللي هو حضرتك قلت لو سرعنا سرعه الفلو اكتر من سرعه الدوران اكتر من 2 في انفينيتي الاستجنيشن هيتغير مكانه، يبقى بالتالي النقطه اللي عندها الماكسيمم بريشر هيتغير مكانها. طب لو خرجت بقى بره الدايره خالص يعني الكيرف هيبقى شكله عامل ازاي؟ ما دي ما تقدرش افرض انها خرجت بره الدايره، يبقى لما تيجي ترسم بريشر ديستريبيوشن هتلاقي ان البروسيس ديستريبيوشن هيبقى شكله مختلف على حسب المكان اللي انا موجود فيه، بس النقطه اللي عندها الماكسيمم بريشر مش على سطح الاسطوانه. سموير فين؟ الله الله اعلم. يعني اقولها لك تاني، يعني لما عندك استجنيشن بره يبقى الاستجنيشن كلمه استجنيشن ما ايه معناه انه عنده الماكسيمم بريشر. ما هي الماكسيمم مش هو اللي موجود على سطح الاسطوانه، لا ده الماكسيمم هيكون موجود بره سطح الاسطوانه، لان الاستجنيشن مش على سطح الاسطوانه. يعني ان اذر ووردز يا باشمهندس ما فيش نقطه على سطح الاسطوانه ما عندهاش سرعه. لان كلمه استجنيشن معناها السرعه بتساوي زيرو، ما فيش، كل النقاط على سطح الاسطوانه هيبقى فيها سرعات متغيره، بس فين السرعه اللي بتساوي زيرو؟ ده بره الاسطوانه. طب ودي حاجه حلوه ولا وحشه بالنسبه لي؟ والله على حسب. ما خلي بالك في حاجه مهمه جدا لازم انت تخلي بالك منها، لما يكون بره الاسطوانه السرعه قليله معناها ان الضغط عالي، فالضغط العالي ده طبعا ده يعتمد على السرعه الدورانيه، فممكن الضغط العالي ياثر على جسم الاسطوانه نفسه. انت عارف دي عامله زي ايه؟ فاكرين في الجاز داينامكس لما درستوا حاجه اسمها الشوك ويف؟ فاكرينها يا دكتور. الله ينور عليك. وفاكرينها ولا ايه؟ يعني انت بتقول كان عباره عن ايه؟ البريشر بيقل بيقل بيقل، بس يقوم البريشر اللي انت رايح له يكون اكتر من اللي انت جاي بيه. يعني الطبيعي يا جماعه احنا نعرف ان الفلو بيمشي من الضغط العالي للضغط الواطي، هو ممكن يمشي من الضغط العالي للضغط الواطي ده الصح، لكن ممكن يحصل نفس لما تكون رايح لضغط اعلى منك يقوم اللي انت رايح بيه ده يقف والاعلى منك يقوم داخل لك، يبقى بدل ما الفلو يخرج من المحرك من الجسم بتاع المحرك لبره، لا تلاقي الهواء هو اللي داخله، يتقابلوا الاثنين مع بعض عند المحرك ويحصل ما يسمى بالايه؟ بالشوك ويف. عشان كده ده اللي بيسموه ايه؟ انك انت لازم تعمل اكسبانشن بحيث الاكسبانشن ده ما يوصلكش لان اخر سكشن في الجيت انجن يكون الضغط عنده اقل من الضغط بتاع الهواء، يقوم الهواء داخله يبقى الغازات مش هتعرف تخرج من الانجن. وده اللي بيسموه بعد كده ايه؟ انك بتعمل اوبليك تشوك ويف في الريزرفوار في الهواء الخارجي، يعني بتخلي الهواء يفضل ماشي 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 بس يخرج عند بره الانجن ويفضل عند اخر حته في الانجن ضغطه اعلى من اللي بره عشان اللي بره ما يدخلش اللي جوه. فسؤال حضرتك هو لما يحصل الفي دي حاجه وحشه ولا كويسه؟ لما تدور عند سرعه الاسطوانه عند سرعه اعلى من 2 في انفينيتي زي ما انا قلت لك هتلاقي في عندك استجنيشن بوينت بره
which means that انك انت عندك maximum pressure بره الاسطوانة. ادعي ربنا معايا وزود في دعواتك يا رب ما يأثرش على جسم الاسطوانة لان ده هيعمل excess pressure عليها من الخلف. تمام شكرا جدا يا دكتور. لا العفو يا فندم. اي استفسار يا شباب؟ معلش يا دكتور, هي كده الرسمه الاخرانيه دي لتوزيعه البريشر, هي كده دي ثيوريتيكال ولا اكتوال؟ يعني هي دي بناء على حسابات بس ولا هي في الواقع الديستريبيوشن بيكون كده؟ لا احنا في الاول خالص احنا اتكلمنا عليه كايديال كيس. تمام. بس انا دلوقتي بقى بنتكلم على اكتوال كيس. الديستريبيوشن هيبقى كده على سطح الاسطوانه, يعني ما تقدرش تقول ان الضغط اللي فوق زي اللي تحت واللي تحت زي, لا ده بيحصل في تغيرات, وهو التغيرات دي بتعتمد على سرعه دوران الاسطوانه, لانك انت بتتكلم عن سلاح ذو حدين, انت بتدور من جهه وفي نفس الوقت نقطه الاستجنيشن, فاذا الضغط اللي موجود على سطح الاسطوانه بيتغير من لحظه لثانيه طالما السرعه ثابته. ناهيك بقى على ان سرعه الهواء لو نفسها هي اتغيرت كمان دي مصيبه ثانيه, يعني انا كله بعتمد على ان سرعه الهواء مالها ثابته, انما لو اتغيرت سرعه الهواء, انا دايما عمال اقول ان انا بغير سرعه الاسطوانه عشان بساوي 2 في انفينيتي, لكن افرض بقى ان سرعه الهواء دي اتغيرت, واحد هيجي يقول لي هو سرعه الهواء ممكن ايوه ممكن, هو انت لما 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 انت تبقى واقف في الشارع تبقى سرعه الهواء تقريبا ولا حاجه 0.1, كل ما انت بتجري كل ما سرعه الهواء بالنسبه لك بتزيد, هي سرعه الهواء ما زادتش بس نتيجه حركتك سرعه الهواء هي اللي زادت, ولذلك سرعه الهواء في الطيران هي نفسها سرعه الطياره, لان الطياره هو تبع الارض يبقى سرعه الهواء ولا حاجه 2.3 من 10 متر في ثانية, لكن كل ما الطياره تمشي بسرعه يبقى الهواء يخبط فيها وكان الهواء سرعته وصلت الى سرعه الطياره. فاذا في انفينيتي انا بتخيل انها ثابته وبغير الفي بي, انما لو تخيلت ان في انفينيتي زادت الدنيا هتبوظ خالص, لان المفروض ان انا اثبت حاجه واغير حاجه, ما ينفعش انك انت تغير الاثنين, لا لا لا, انا بعتبر ان انا عندي فلو والفلو ده جاي ده بسرعه ثابته, ما حدش يقول لي ان انا غير السرعه بتاعه الهواء, لا سرعه الهواء ده سرعه ثابته وسرعه الفلو اللي انا بتكلم عليه ده سرعته بتكون ثابته. تمام يا شباب؟ تمام شكرا. العفو يا فندم. حد عنده اي استفسار؟ طيب انا متشكر انكم جيتوا النهارده, بس كان عندنا اجتماع مهم جدا الصبحيه فانا ما قدرتش, وانا ما ينفعش ان انا افوت محاضرات, وبعد اذنكم هيبقى الاربع اللي جاي برضو نفس القصه لانه برضو في التزام جامد شويه, فالاربع جاي بس هيبقى نفس القصه وبعد كده هنرجع عادي الصبحيات. ماشي يا شباب اتفقنا؟ دكتور انا كان عندي سؤال بس في المحاضره فاتت. اتفضل يا فندم. اولا وانا عندي في مثلثات السرعه في حاله اللي هو في ديفيوزر اللي في الداخل تمام, بس ما فيش انترنال جايد فينز. ايوه حضرتك كنت أيوة. راسم المثلث يعني الالفا والبيتا مش 90, طب انا احسبهم ازاي بقى؟ تحسبهم يعني تحسبهم, لا ده البيتا دي زاويه البليت اللي انا مصمم عليها, ما انا انا ب... ما انت 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 مستعد تشتغل ترزي ولا لا؟ تمام مستعد ولا لا؟ ايه اللي تمام؟ ايوه مستعد. خلاص يا اخي ما انا هقول لك حط البيتا انت هتصممها بحيث تدي لك الاوتبوت, يعني الناس بتيجي للتصميم تعمل ايه؟ بترسم رسمه في ورق, انا بخلص يمكن رسمه ورق وبرميها, اقعد ارسم 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 لغايه لما الاقي المينيمم باور, فانا بختار زاويه بيتا وعندي اليو اللي هي باي دي ان على 60, طبعا الدايمتر ده ثابت والفريكونسي غصب عني وعن حضرتك ان الفريكونسي ده بيكون ثابت, فلازم اشتغل بسرعه ثابته اللي هي 1500 لفه, اضرب الباي في الدي ان على 60 يطلع لي السرعه يو, هختار بقى الدبليو بحيث الدبليو ديت هجيب اللي هي الميل بتاعها يقفل مع الالفا, ما هي الالفا دي اللي بتحكم فيها ايه زاويه الايه الزاويه بتاعت الجايد فين, انا لو عارف اليو وعارف الزاويه بتاعت الجايد فين خلاص يبقى انا اقدر اكمل المثلث واطلع منه البيتا المتناسبه مع زاويه الجايد فين اللي اسمها الفا. تمام كده. تمام طيب حد عاوز حاجه يا شباب؟ احنا اتفقنا ان شاء الله بس المره الجايه هتبقى برضو 4:30. اوكي تمام شكرا ليكم لحسن الاستماع, نراكم على خير. ايوه فندم اتفضل. ممكن يبقى في سيكشن في المعده
ما هنحاول ناخرها شويه. انا ما عنديش مانع، اتفقوا وعمر هو الكوردينيتور يبلغوني انا فاضي، عاوزينها الساعه 4 ونص 5 ونص 6 ونص 7 ونص 8 ونص. ايوه وعمر، يا عمر انت معانا يا عمر مشكله؟ اه دكتور مهرد خلاص انا متشكل لتعبك يا عمر، يعني انا بس المره الجايه وبعد كده نرجع عادي، يعني شوفوا وبلغني الميعاد المناسب 4 ونص ولا 5 ونص ولا 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 خلاص تمام ان شاء الله، وما يكونش فيه ماتش فيه محمد صلاح. ماشي ماشي طيب ماشي، شكرا يا جماعه، نراكم على خير. شكرا دكتور، مع السلامه. مع السلامه.